بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الحصة الأولى من محاضرات البك أو Business Environment and Concepts، مادة من مواد الـ CPA. النهاردة إن شاء الله هنبتدي المنهج، دي المادة الثالثة اللي أشرحها في مواد الـ CPA. أنا كنت أوريدي خلصت الفار والأودت قبل كده، وإن شاء الله النهاردة نبتدي البيزنس أو اللي إحنا بنقول عليها البك. قبل ما ابتدي المحاضره بحب اقول التاريخ على طول بحيث الناس تبقى عارفه المحاضره اتسجلت في انهي وقت بالظبط. النهارده 5 مايو 2017، 5/5/2017، ده بالنسبه لتاريخ المحاضره. بالنسبه للمحاضره بتاعت النهارده هتتقسم لجزئين. اول جزء في المحاضره هيبقى هنتكلم شويه على البيك واوفرول كماده اوفرول، وهندرس فيها ايه، وشوية نصايح كده ازاي تذاكر ازاي تحل والكلام الظريف ده. وبعد كده ان شاء الله الجزء التاني من المحاضرة هنبتدي في المنهج. زي ما قلت دي المادة التالتة اللي انا اشرحها في CPA. في ناس بتذاكر CPA بترتيب مختلف عن ناس، يعني في ناس بتبتدي بالاودت، في ناس بتبتدي بالفار، يعني في ناس بتبتدي ترتيبات مختلفة. أنا بالنسبة لي بفضل ترتيب معين، يعني أنا في دماغي أو أنا لما ناس بتسألني أنا بفضل ترتيب معين. الترتيب ده مش ملزم للناس، بس ده من وجهة نظري الشخصية البحتة اللي هي ممكن الناس تختلف معايا فيها والناس ممكن تتفق معايا فيها. أنا بفضل الناس تبتدي بالفار، أودت، بيك، ريج. يعني الناس تبتدي الأول بالفار، وبعد كده الأودت، وبعد كده البيك، وبعد كده الريج. ده لو الناس هتاخد مادة مادة. لو الناس هتاخد مادتين مادتين، ودي حاجة أنا بفضلها أكتر، يعني أنا برضو بفضل إن أنت ممكن منعا للزهق تاخد مادتين مادتين، فتبتدي فار وأودت في الأول وبعد كده بيك وريج. السبب في الموضوع ده إن الفار مهمة، الفار كبيرة ومهمة. الأودت يعني أغلبنا أو مش أغلب، يعني في ناس كتيرة مننا شغالين في الأودت، فالمادة بالنسبة لهم سهلة وظريفة. البيك مادة ظريفة، بس يعني أنا رأيي إن أنت تاخد بعد الأودت والباقي والفار هتبقى أظرف بكتير. الريجيليشن ليه بقول إن هي على طول آخر مادة؟ عشان الريجيليشن فيها قوانين ضرائب أمريكية وبيزنس لو أمريكي إحنا ممكن ما نكونش تعرضنا له قبل كده في الكلية أو في دراستنا عامة، فممكن الناس تستصعبها شوية. فيعني بفضل الناس تخليها في الآخر بحيث إن هي الناس تتشجع ان هي تخلصها. ان انت لما تخليها في الاخر هيبقى انت معنى كده انك خلصت الفار الاودت والبيك، فمعنى كده فاضل لك الريج، فالدنيا بالنسبه لك هتبقى اسهل، او اللي هو خلاص ماده وتخلص ونخلص منها. مع ان الريج مش شايفها صعبه زي ما الناس فاهمه، هي ممكن تبقى جديده شويه بس مش صعبه. عشان كده انا بفضل الترتيب فار اودت بيك ريج. خلصت اوريدي الفار وخلصت اوريدي الاودت، ان شاء الله هنبتدي دلوقتي في البك. طيب قبل ما نبتدي في المادة، في ناس ممكن الناس اللي خلصت الفار والناس اللي خلصت الاودت مش معايا، يعني الناس خلصت المادتين دول وما شافونيش قبل كده، بالنسبة لهم ده اول فيديو يشوفوني فيه. فيعني هقول كده شوية حاجات عن الفيديوهات وطريقة الشرح وطريقة الحل والناس المفروض تشتغل ازاي. مبدئيا انا هشرح لكم الماده. انا معايا CPA بقالي فتره مش قليله، يعني نخلي في 10 سنين دلوقتي معايا CPA. معايا CPA ومعايا كام ماده، معايا كام شهاده غيرها، يعني معايا CPA، معايا CIA، معايا CMA، معايا CISA اللي هي السيسا، معايا CE الاسترالي، يعني معايا كام شهاده الحمد لله. يعني في خلال الكارير بتاعي خدتهم. من خلال الفيديوهات هحاول تاني أنقل لك خبرتي، سواء الخبرة الأكاديمية في الكتب أو سواء الخبرة العملية كخبرة عملية في الشغل بمعنى صح. ابتديت الكارير بتاعي الأول كإكسترنال أودت في المراجعة الخارجية، وبعد كده نقلت في إنترنال أودت والسوكس كومبلاينس، يعني فأنا عندي إكسبيرينس في الإنترنال والإكسترنال أودت والسوكس كومبلاينس. ده بالنسبة للنبذة المختصرة عني للناس اللي حابة يعني تعرف مين الشخص اللي بيشرح لهم الهرتلة دي. تمام، بالنسبة للفيديوهات نفسها، الفيديوهات نفسها
الناس اللي تعرف الناس اكيد الناس اللي عدت بالفار والاودت معايا عارفين طريقتي في الشرح. الناس اللي لسه اول مره تشوف الفيديو، الفيديوهات ببساطه جدا هي عباره عن واحد قاعد معاكو في على القهوه كده بيشرح لكم، تمام؟ يعني الموضوع مش فورمال لدرجه ان انت يعني تقول ان هو كورس بقى اوفيشال، واحد هيتكلم معانا باللغه العربيه الفصحى والكلام الظريف اللطيف ده. لا، الموضوع هيبقى كأن واحد صاحبك كده قاعد معاك على القهوه، او لو انت بتقعدش على القهوه فانت بتقعد على الكافيه، تمام؟ فيعني واحد قاعد معاك على الكافيه او على القهوه وبيشرح لك كده بشكل ودي. ودي طريقتي في الشرح، وانا بحب الطريقه دي. انا بحب الطريقه الوديه في الشرح، بحب اللي هو واحد صاحبك بيشرح لك فيفهمك كده من نظام ايه بالبلدي، يعني اللي هو عارف انت لما واحد صاحبك يشرح لك ويقول لك كده امثله عبيطه، ولو ما ركزتش يشتمك ويقلش في النص ويكلمك في مواضيع مختلفه، هي دي الطريقه من الاخر اللي بتنفع، او هي دي الطريقه الظريفه اللي الناس ممكن ما تزهقش منها. في ناس ممكن تتفق بطريقتي او تتفق مع طريقتي، ناس تختلف، دي حاجه انا متوقعها. ما حدش بيتفق على يعني ما فيش ما شفتش في حياتي حد او مجموعه بتتفق على حد معين. في ناس ممكن تشوف شرحي شرح كويس، وفي ناس ممكن تشوف شرحي ان هو ملوش اي 30 لازمه ومتخلف، فانا ارحب بجميع الاراء، تمام؟ بالنسبه للفيديوهات نفسها، الموضوع يعني زي ما قلت لك هو مش فورمال خالص، يعني تمام، يعني الموضوع ابسط ما انت متخيله. انا بشتغل على لابتوب، يعني دلوقتي انا بسجل من لابتوب بالكاميرا بتاعة اللابتوب، عشان كده هتلاقي حتى الكاميرا ممكن تبقى قذرة شوية في الريزوليوشن، فلا عشان دي كاميرا اللابتوب، مفيش بقى إضاءات بقى ومش عارف والحاجات اللي انت بتشوفها في الاستديوهات. لا، هو عبارة عن لابتوب حاطه على الترابيزة وبس وبس، وبدوس على زر الريكورد وكل سنة وانت طيب، تمام؟ فيعني مفيش بقى مونتاج واعمل كده مثلا تلاقي هنا شاشة طلعت، واعمل كده تلاقي مش عارف فيديو طالعة والكلام الظريف اللطيف ده، ما انسى، تمام؟ ما فيش حاجة من كده. انا بس هقرا لك الموجود في الكتاب، انا حاطط الكتاب على السكرين وبعمل ريكورد للسكرين وكل سنة وانت طيب، تمام؟ ده بالنسبة للموضوع ده. طبعا ما فيش طبعا مونتاج، يعني اللي بيجي في الفيديو بيجي، ما فيش بقى تقطيع فيديو، ما فيش اي حاجة. ممكن تلاقيني مثلا تلاقي بناتي بيعيطوا مثلا فتسمعهم، تمام؟ ممكن تلاقي مثلا حاجة حصلت في الشارع مش عارف ايه فتسمع الصوت، يعني انت هتبقى متعايش معايا وعايش معايا في الفيديو، عشان انا بصراحة ما عنديش وقت وما عنديش طاقتان ان انا اقعد اعمل مونتاج الفيديو، تمام؟ يعني انا اوريدي ما عنديش الوقت الكافي ان انا اعمل الموضوع ده. فده بالنسبة للفيديوهات والمقدمة الظريفة اللطيفة على الفيديوهات. بالنسبة للباك، البك هي المادة الثالثة من السي بي اي. البك هي أظرف وأحلى مادة كمادة خفيفة، يعني أنا حتى كنت بسميها مادة إيه؟ مادة تلهو. يعني ليه؟ هي مادة ظريفة كده بتجمع على مواضيع مختلفة، يعني مثلا الفار هي accounting، تمام؟ الأودت هي أودت، الريجليشن تاكسيشن وبزنس لو صرف، لكن البك قشطه بقى. يعني ايه قشطه بقى؟ يعني ما تنجز قول فيها ايه. الباك فيها مواضيع متنوعه، والمواضيع دي ظريف، والمواضيع دي ظريفه وجايبه من حتت متنوعه. يعني زي ما تشوف كده معايا في الكتاب، قبل ما اخش في الحته دي، طبعا انا كنت شرحت في البوست بتاع الفيسبوك ان انا هشرح من بيكر. انا شرحت الفار من بيكر، وشرحت الاوديت من وايلي، وكنت ناوي اكمل شرح البك من وايلي، بس للاسف وايلي في 2017 عمل كده موضوع سخيف شويه في تقسيمه الكتاب، وقطع الكتاب كده تقطيعه متخلفه شويه من وجهه نظري التي لا قيمه لها، تمام؟ فالكتاب بقى مبهوى شويه، تمام؟ فللاسف رجعت تاني لبيكر. فالسؤال التقليدي اللي بيتسال في كل ماده بشرحها وكل شويه في الجروب، السؤال ده بيتسال، ايه الفرق بين بيكر ووايلي وانهي احلى والكلام ده؟ زي ما قلت هي نفس الاجابه، بيكر حلو ووايلي حلو ونينجا حلو وروجر حلو، وكل الكتب دي ظريفه. زي الكتب دي زي اي كتاب في الدنيا ليها مميزات ولها عيوب، اي كتاب له مميزات وله عيوب. فيعني بيكر مثلا له مميزاته وعيوبه، وايلي نفس القصه، روجر نفس القصه.
انا ليه بدات مثلا ببيكر، او ليه بعد كده نقلت وايلي، بعد كده ليه البيكر ده، يعني لاسباب ما. تمام، ايه الاسباب؟ وايلي مثلا من ميزاته ان هو مستفيض شويه، يعني وايلي بيشرح باستفاضه شويه، بيكر بينجز وستريت تو ذا بوينت. فممكن واحد يشوف الاثنين دول مزايا وعيوب. يعني انا مثلا بالنسبه لي لما كنت بذاكر، على فكره انا لما خدت السي بي اي الكلام ده 2007 2008، يعني بنتكلم في 10 سنين، انا ذاكرت المواد كلها من وايلي، ما ذاكرتش من بيكر اصلا، وكنت حابب جدا وايلي على فكره. زميلي مثلا معايا، يعني عندي زملائي، تمام، لما كنت بشتغل في برايس ووتر هاوس كوبرز، كان معايا الشباب، كان في كتير بيذاكر منهم من بيكر ونجحوا برضو. يعني انا نجحت من وايلي، زمايلي نجحوا من بيكر، في ناس تانية نجحت من روجر او من نينجا، فكلنا في الاخر نجحنا. تمام، بس انا مثلا كنت بفضل وايلي عشان هو كان بيستفيد شويه، وانا كنت بحب اقرا شويه والاستفاضه. الناس مثلا تانية كانت بتحاول، لا تقول لك، بقول لك ايه، فكك من الهري ده، انا عايز انجز، خلي بيكر في الظريف بيديك اللي فيه المفيد وانجز. تمام، فكل واحد عنده وجهه نظر. انا لما شرحت الفار من خلال بيكر، عشان الفار اصلا كبيره ووايلي مستفيد، فانا كنت هاخد محاضرات كتيرة قوي لو كنت هشرح من وايلي، والناس كانت هتتخانق. تمام، عشان كده قلت ايه، عشان كده قلت خليني احس اصلا اني اظرف ان انا ايه اشرح من بيكر الفار. تمام، عشان ننجي شوية. لما جيت حاولت الاوديت، الاوديت اصغر، الاوديت مش كبيرة قوي، الاوديت صغيرة في الحجم، فقلت لا قشطه، ممكن اخش في وايلي، عشان كده كده المحاضرات مش كبيره قوي او المنهج مش كبير قوي، فقشطه ممكن اخش في وايلي. ونفس القصه بالنسبه للباك، انا كان يعني كانت الخطه بتاعتي ان انا اخش في وايلي، بس للاسف زي ما قلت لكم، هو الكتاب نفسه في 2017 قسم المنهج بطريقه كده مش ظريفه او مش عاجباني انا شخصيا. تمام، ان هو مقطعها قوي زي ما اللزوم، ومحتاج مجهود انك تلم المنهج وتلم الدنيا شويه، فانا قلت لا خدها من قصيرها بدل ما الناس تتزاول معايا، يعني مش ناقصه مزاوله بمعنى صح، خلاص يبقى نشتغل من بيكر وخلاص. يعني تمام، بيكر برضو ظريف وحلو وجميل، انا مش متضايق منه. يعني تمام، عشان كده انا بشتغل 2000، بشتغل الماده دي ان شاء الله من بيكر نسخة 2017، وزي ما انت شايف كده في الشاشة مكتوب for exams scheduled after March 31st 2017، يبقى دي النسخة للناس اللي هتخش الامتحانات بعد اسمها دي، بعد 31 مارس 2017، يعني نخش في الويندو اللي بعد كده. تمام، فياريت الناس تجيب، او الناس اللي عايزة تتابع معايا تجيب الكتاب ده. طبعا السؤال المتكرر اللي هو، طب انت ليه ما بتبعت لناش الكتب دي؟ عشان في حقوق نشر، وحقوق النشر ما فيهاش هزار، خصوصا في الدول الغربيه. يعني انا عايش مثلا، انا عايش في استراليا، الناس عارفه كلها ان انا مش عايش في مصر، انا عايش في استراليا، فالمواضيع دي ما فيش فيها هزار، ان انا كتاب انشره كده فور فري، عمك بيكر شخصيا ممكن يقفش وممكن يوديني في داهيه. ف انا بقى بالنسبه لي فايه، فيعني ما رضيتش اخش في القصه دي، وان انا انشر الكتب. فبالتالي حضرتك بقى تجيبي الكتاب، سواء اشتريته، سواء جبت نسخه مضروبه على النت، سواء عملت اي طريقه، دي بصراحه هتبقى مش مشكلتي الشخصيه، ان انا مش عايز ادخل نفسي في مشكله حقوق النشر والناس تقفش عليا بسبب الموضوع ده. ده بالنسبه للكتاب. بالنسبه للماده الظريفه بتاعتنا، ادي الكتاب. المادة الظريفة بتاعتنا بتتقسم لستة موديول، يعني هو حتى بيسميها موديول. تمام، او ستة يونتس، سميها زي ما تسميها، ستة يونتس، ستة موديول، اي حاجة. تمام، زي ما قلت لك ان البيك مادة خفيفة عشان بتجيب مواضيع مختلفة، فهي ظريفة في كده. تمام، فمثلا اول موديول او اول يونت بيتكلم على الكوربريت جوفرنس والفاينانشال ريسك مانجمنت، بيتكلم على الحوكمه، حوكمه الشركات، والفاينانشال ريسك مانجمنت، واداره المخاطر عامه. تمام، سواء الفاينانشال او عامه، هنتكلم في الموضوع ده. تمام، وهتلاقي ان كل يونت او كل موديول متقسم سب يونتس، يعني اول سب يونت او اول يونت في اول موديول
زي ما اسميها، تمام. هيتكلم على internal controls، هيتكلم بعد كده على enterprise risk management framework ERM، هيتكلم على SOX، هيتكلم على financial risk management part 1 و part 2. في اول موديول في 5 units، او اول unit في 5 sub units، تمام، اللي هم دول. ده بيتكلم، ده بالنسبه لاول موديول. بالنسبه لتاني موديول بيتكلم على الفاينانشال مانجمنت. الفاينانشال مانجمنت بيتكلم، دي بقى واخدها من دي حته واخدها شويه من السي ام اي، تمام، يعني هو واخد الحته دي شويه من السي ام اي، من السيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت. فبيتكلم على الكابيتال ستراكشر بارت 1 و 2، بيتكلم على الوركينج كابيتال ماتريكس، تمام، بيتكلم على الوركينج كابيتال مانجمنت بارت 1 و 2، فاينانشال فالويشن ميثود بارت 1 و 2، وفاينانشال ديزيشن مودلز، تمام، هنتكلم عنها، تمام. بس طبعا الموضوع ده ملوش علاقه خالص بقى بايه، بالاوديت خالص، تمام، ملوش علاقه بالفاينانشال اكاونتنج. انا مش بتكلم هنا على الفاينانشال اكاونتنج، هتكلم هنا على الفاينانشال مانجمنت. يبقى انت خدت فاينانشال اكاونتنج في الفار، واخدت اوديت في ماده الاوديت، في السكشن ده هيتكلم على الفاينانشال مانجمنت. ثالث موديول هيتكلم على الاوبريشنز مانجمنت، الكوست اكاونتنج والبرفورمانس مانجمنت. فهيتكلم هنا على الكوست، على التكاليف، على محاسبه التكاليف، برضو حاجات واخدها من بتوع السي ام اي، زي الكوست اكاونتنج بارت 1 وبارت 2 وبارت 3، يعني مقسم الكوست على 3 يونتس. وبعد كده بيتكلم على البرفورمانس مانجمنت على 2 يونتس. ده بالنسبه للموديول الثالث. الموديول الرابع بيتكلم على الاوبريشنز مانجمنت، بيتكلم على planning techniques، زي مثلا projection and forecasting techniques، زي تعمل ايه طرق ال projections وال financial وال forecasting، قسم على two parts، part 1 و 2، ratio analysis for forecast and projections، marginal analysis، budgeting، هيتكلم على budgeting في 2 units، part 1 و 2، والvariance analysis. ده بالنسبة لموديول 4. يبقى كده خلصنا 1 و 2 و 3 و 4. 5 هيتكلم عن economics، هيتكلم شويه اقتصاد، فهيتكلم عن economic and business cycles، economic measures and indicators، وده بيتكلم عن الاقتصاد عامه، economic marketplace، the impact of market influence على جزئين، impact of globalization العولمه، the economic effect of significant transactions. ده بالنسبه للeconomics. اخر يونت الظريف اللي الناس كلها بتقعد تعيط منه، ما اعرفش ليه، مع انه يونت ظريف جدا، بنتكلم على الاي تي، بنتكلم على الاي تي. فهيتكلم على البروسيس مانجمنت والاي تي governance والرول اوف اي تي ان ذا بزنس، وانفورميشن سكيورتي اند افيلابيلتي، بروسيسنج انتجريتي، وسيستم ديفلوبمنت اند مينتيننس. طيب يبقى احنا بنتكلم في ست مواضيع، احنا بنتكلم في ست مواضيع. كل موضوع منفصل شويه، يعني ودي ميزه وعيب. ميزه ان انت لو ضعيف في جزء فانت عندك اجزاء تانية بتدعمك، يعني انت مثلا لو لقيت نفسك بطيخه شويه في الاي تي، فالجزء الظريف ان الاي تي هو يونت من 6 او موديول من 6، فانت عندك الخمسه التانيين تلعب فيهم براحتك. لو انت كويس في الاي تي وبطيخه في الايكونومكس مثلا، هتلاقي لا ان في حاجات تانية. فهي دي الميزه، ان انت الموضوع كله، يعني مثلا الاوديت، مثلا لو انت ماشي بالترتيب المنطقي بتاعي، انت المفروض جاي من الاوديت، يعني انت خلصت فار واوديت وجاي من الاوديت على البك. فالاوديت لا، الاوديت هي كلها متصله ببعض، هي الاوديت بروسيس كلها، من اول البلاننج بتاعك واوبتيننج الاندرستاندينج اوف ذا انتيتي اند اتس انفايرمنت انكلودينج ذا انترنال كنترول، زي ما كنا بنقول مرورا بالريسك اسسمنت، بالبريلينري اكتيفيتيز، بالتست اوف كنترولز، بالسبستانتيف، بالاوديت ريبورتس، كل متصل ببعضه. فانت يعني بتلاقي الدنيا مربطه شويه. هنا لا، هنا هتلاقي مثلا ان لما بتكلم معاك في اول موديول اللي هو بيتكلم عن كوربريت جوفرنس والفاينانشال ريسك مانجمنت او الاي ار ام بشكل عام، لا ملوش اي علاقه بالكوست. يعني في الكوست مثلا هكلمك على التكاليف، هكلمك على محاسبه التكاليف، هكلمك على البرودكت كوست والبيريد كوست، هكلمك مثلا على الالوكيشن اوف كوست، على الدايركت ماتيريال، الدايركت ليبر والاوفر هيد، الالوكيشن، التريسنج، فكره الدايركت والاندايركت، الانفنتوريبل كوست والنون انفنتوريبل كوست. يعني هكلمك على حاجات محاسبه التكاليف ملهاش علاقه
مثلا بالانترنال كنترول فريم ورك والكوزو والحاجات الظريفه دي. فعشان كده هتلاقي ان الدنيا ايه متقسمه شويه، كل موديول شبه ملوش علاقه قوي بالموديول اللي بعديه. تمام، ده بالنسبه للسته يونتس اللي هنتكلم عنهم. تمام، طريقتي في الشرح، ان انا بشرح اليونت او بشرح الموديول. تمام، يعني مثلا سي مثلا هنتكلم مثلا على الكوربريت جوفرنس اند فاينانشال ريسك مانجمنت. تمام، هنتكلم مثلا على اول جزء. تمام، مثلا انا لسه مش هبتدي المحاضره، اقول لك مثلا على الطريقه. اول مثلا محاضره هتتكلم، اقول اول يونت هيتكلم على الانترنال كنترول فريم ورك. تمام، هقعد اشرح واشرح وهقرا وحاجات الظريفه دي كلها، وهخلص اليونت او اخلص المحاضره، وبعد كده اخش في المحاضره اللي بعديها. اول موديول بيتكلم عن انترنال كنترول فريم ورك. انا مثلا لما هقعد اشرح لك الموضوع، زي ما قلت قبل كده وزي ما وضحت مليون الف مره، المحاضرات بتاعتي بالاضافه للكتاب، بالاضافه الى فهمك للمحاضرات ولفهمك للكتاب، كلهم على بعض كده لا يمثلوا اكتر من 30% من عوامل النجاح. يعني انت لو فهمت محاضراتي بنسبه 100%، ودي حاجه انا اشك فيها، ليس قصورا منك ولكن قصورا مني انا شخصيا، ان انا شخصيا مش فاهم الموضوع 100%. ولو قلت لك ان انا فاهم الموضوع 100% يبقى انا بحور عليك. تمام، ان محدش عنده حته ال 100%، مفيش حاجه ابسوليوت، كل حاجه ريزونبل. تمام، انا فاهم الموضوع بطريقه ريزونبل، هشرحه لك بطريقه ريزونبل، والموضوع كله ريزونبل في ريزونبل. فايه، فبلاش يعني الاكسبكتيشنز العاليه قوي اللي الناس ممكن تبقى متخيلها. فانت لو فهمت مني الموضوع 100% وده مستحيل، وفهمت الكتاب 100% وده مستحيل برضو، فاحب اقول لك ان انت كده خلصت 30% من اللي مطلوب منك. طب ايه اللي مطلوب منك؟ الحل. لازم تحل كميه اسئله غبيه. تمام، انت بالنسبه لي ان انت تبذل مجهود اكتر في الحل اكتر من المحاضرات بتاعتي، ده كده ده الصح. يعني انت لا، يعني يكفي ان انت تشوف المحاضرات مره واحده وتقرا وتحل، وبعد كده تركز تاني في الحل، ابرك مليون مره ان انت تعيد محاضراتي. ان محاضراتي هتبقى طويله شويه، هتبقى ممله جدا، فملاش اي تاثير لازمه انت تقعد تعيد في المحاضره 50,000 مره. تمام، وتتفرج على واحد ممل زي. فركز في الحل، اهم حاجه الحل، الحل ابرك من المحاضرات والقراءه. مش معنى ان انت مش هتقرا، لا انت هتقرا، بس ما تفتكرش ان الموضوع بيخلص بالقرايه، لا الموضوع ما بيخلصش بالقرايه، انت كده لسه في اول مرحله. طيب ايه اللي بيحصل بقى، او ايه الطريقه المثلى عشان تعرف تذاكر وتحل؟ رايي الشخصي المتواضع، وده رايي شخصي عن طريقه مذاكره انا بفضلها، في ناس جربتها ونجحت بيها، وفي ناس شافت ان الطريقه دي طريقه متكلفه عقيمه، فهم عملوا ديفلوبمنت لطريقتهم الخاصه ونجحوا بيها برضو. يعني الطريقه اللي انا هقول لك عليها دي هي تجربه شخصيه، مش حاجه ستاندرد لو مشيت عليها تنجح، لو ما مشيتش عليها تسقط، لا كل واحد عنده طريقته، بس انا بقول لك من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه. رايي الشخصي ان انت بعد كل محاضره او بعد كل موديول انت بتقرا الموديول اول مره قرايه جرانين. يعني نفترض ان انا خلصت اول موديول اللي بيتكلم عن انترنال كنترول فريم ورك. تمام، خلصت اول موديول، بعد ما خلصته معايا رايي تقراه قرايه جرانين. يعني ايه قرايه جرانين؟ تقراه في الظريف كده، اللي هو تاخد فكره عن الموضوع، تفهم ايه مع المحاضرات بتاعتي، انت سمعت المحاضره، تقرا الموضوع قرايه جرانين. مش معناه ان انت هتكروته، ومش معناه ان انت هتعمل فيه دكتوراه، لا اقراه قرايه جرانين. بعد كده تحل الاسئله اللي على الموديول ده، تحل الاسئله اللي عليه، وخد في اعتبارك التالي، وركز في الكلام ده مهم جدا جدا، اول مره حل اسئله هي ليست حل بالمره، هي تعتبر جزء من المذاكره. يعني انت بعد ما هتقرا الموديول قرايه جرانين تيجي تحل، اعتبر نفسك مش بتحل،
اعتبر نفسك لسه بتذاكر. ليه؟ لكذا سبب. اول حاجة ان في حاجات مش هتفهمها غير لما تحل. ايه ده؟ جد؟ اه طبعا، حاجات كتيرة مش هتفهمها او مش هيتأكد فهمك ليها غير لما تحلها، وده ثق في كلامي، وده هيحصل كتير جدا. تمام؟ يعني هتستغرب من كمية المعلومات اللي انت هتفتكر نفسك كنت فاهمها، وطلعت نفسك وطلعت ان انت مش فاهم حاجة او فاهمها بطريقة غلط لما تيجي تأكد على نفسك بالحل. دي اول مرة. تاني حاجة، ان في معلومات جديدة هتشوفها في الحل. ايه ده؟ يعني انت في حاجات ممكن ما تقولهاش وتلاقيها في الاسئلة؟ اه طبعا، يعني انا بقولها من دلوقتي. تمام؟ وفي حاجات انت ممكن ما تقولهاش والكتاب شخصيا ما يقولهاش وتلاقيها في الحل؟ اه طبعا، يعني انا في حاجات ممكن اسقطها والكتاب شخصيا يسقطها وتلاقيها في الحل، ده عادي يعني؟ اه طبعا، مفيش محاضر CPA هيديك كل المعلومات بالمعلقة كده. تمام؟ يعني مفيش حد هيعملك الموضوع ده. لو هنعمل الموضوع ده يبقى احنا ان شاء الله هنخلص على 2027 مثلا. تمام؟ احنا في 2017 هناخد لنا 10 سنين في موضوع CPA في مادة البيك بس. فطبيعي ان انت حضرتك لازم تبذل مجهود. انا ما اسميش محاضر، انا حتى بيسموها في الكورسات اللي بيدوها في امريكا والدول المتقدمه. تمام؟ بيقول لك هو اسمه فاسيليتيتور، يعني فكره ان واحد يشرح لك كل حاجه بالتفصيل التفصيل ويديك كل حاجه بالتفصيل مش موجوده. انا اسمي فاسيليتيتور. يعني ايه فاسيليتيتور؟ يعني بساعدك، واحد مساعد، عامل مساعد، يعني مش هديك كل حاجه بالتفصيل الممل. فمعنى كده انت بعد ما تخلص قرايه حل. أول مرة حل ليست جزءا، ليست حلا، ولكنها جزءا من المذاكرة. وبالتالي لو حليت كل الأسئلة غلط أنا مش متضايق، وما تتضايقش وما تحطش في دماغك. ليه؟ هقولي حط القاعدة دي في دماغك. أول مرة حل مش حل، أول مرة حل مش مقياس، أول مرة حل هي جزء من المذاكرة عشان تعرف الحاجات، تفهم الدنيا ماشية ازاي. طيب حليت اول مره اللي هي ما اعتبرهاش حل، اللي هي جزء من المذاكره، وسواء بقى حليت صح حليت غلط حليت whatever زي ما حليت وخلصت، تعمل ايه؟ خلاص كده؟ لا، هترجع تقرا تاني. ايه يا عم وانا مش لسه قاري؟ لا، انت اول مره قريت قرايه جرانين. اللي هي يعني ايه قرايه جرانين؟ اللي هو ولا كروت ولا في نفس الوقت عملت الدكتوراه، فانت قريت كده عشان اشتغل. تمام؟ طب تاني مرة؟ لا، تاني مرة الموضوع مختلف. تاني مرة حضرتك هتحضر كده هايلايت ظريف وقلم. تمام؟ وانت بتقرأ تاني مرة تقرأ بتمعن او تقرأ بتأني. لما تقرأ تاني مرة قرايتك هتبقى مختلفة تماما عن اول مرة. ليه؟ ان انت وانت بتقرأ هتبقى عارف الحاجات المهمة، عارف الحشو من الحاجات المهمة، عارف ان في الحتة دي هو سأل فيها سؤال وأنا ما كنتش فاهمه أصلاً، أو في الحتة دي هو سأل بطريقة معينة وأنا كنت فاهمها بطريقة معينة، أو في الحتة دي بيركز أو في معلومة جديدة. فأنت هتبتدي تكتب، فأنت هتبتدي تعمل إيه بقى؟ هتبتدي تخطط، هتبتدي تكتب ملاحظاتك، هتبتدي تكتب كده أو تعمل هايلايت على حاجات معينة مهمة. فمعنى كده إن تاني مرة قراية هي انت بتحط ملاحظاتك من الحل اللي انت حليته اول مرة عشان تعمل ريفلكشن، او عشان ريفلكشن اللي هو يعني تقلب فهمك من الاسئلة لإيه للحل للقراية. جميل؟ جميل. فهتقرأ تاني مرة وهتحدد وهتقعد تعمل هايلايت وتخطط وتكتب الملاحظات والحاجات الظريفة دي. طب خلصت قراية تاني مرة هتحل. ايه ده هحل تاني؟ يا ابويا ما احنا قلنا اول مره حل ما كانتش حل، اول مره حل كانت جزء من المذاكره، لكن دلوقتي هتحل بقى. هتحل انت لسه حله؟ ايوه. ليه؟ عشان تاني مره حل انت هتقيم نفسك. اول مره حل انا قلت لك ايه؟ ما تقيمش نفسك. اول مره حل جزء من المذاكره، اول مره حل لو حليت كله غلط ولا تفرق معايا بنكله، لكن تاني مره لا، نبتدي هنا نقيم نفسنا.
تاني مرة هتبتدي تحل وتشوف انت غلطت ليه، تاني مرة هتبتدي تقيم نفسك وتشوف انت بتحل كويس ولا بتحل زي الزفت. تمام؟ يبقى تاني مرة حل تخلي بالك، تاني مرة حل تعرف انت غلطت في ايه وما غلطتش في ايه، تاني مرة حل الاسئلة اللي انت بتعملها غلط تعلم عليها، تعلم عليها. ليه؟ عشان انت مثلا نفترض مثلا ان اول موديول ده عليه مثلا 40 سؤال، لما جيت تحل حليت منه 20 صح و20 غلط، لازم تعلم على الحاجات اللي انت عملتها غلط. ليه؟ عشان لما تيجي تراجع بعد كده تبقى عارف ان دول وقعت فيهم قبل كده فتشد عليهم شويه. لما تيجي تحل الموضوع بيبقى اختيارات وسيميليشن. تمام؟ بالنسبه للاختيارات، عشان في ناس ظريفه قوي اللي هو نظام ايه، انا مش فاهم السؤال بس ضربتها كده بيه فطلعت بيه، طب ايش ده يا عم اديني حليتها صح نخش على بعديه. لا، انت مش في امتحان، انت بتذاكر، فانت لو مش فاهم السؤال حاول. على فكره حته ان انت لو مش فاهم السؤال تحاول توصل لاقرب اجابه وتشوف اقرب اجابه دي طلعت صح ولا لا، دي حاجه كويسه مش وحشه على فكره، بس بعد كده تعرف بقى الصح ليه والغلط ليه. يعني انت لازم تتمرن ان انت لا قدر الله لو في سؤال في الامتحان ما عرفتش اجابته وتوقع ان هيجي كده في الامتحان، يعني في ما تتوقعش ان انت في الامتحان هتلاقي الناس كلها كده ايه، يعني هتلاقي الدنيا كلها ماشيه سالكه وكل الاسئله عارف اجابتها. لا، في اسئله هتلاقيها اسئله خرافيه كده خزعبليه، مش فاهم ولا السؤال ولا الاجابه. تمام؟ يعني انت مش فاهم ولا السؤال ولا الاختيارات وغالبا مش تفهم الاجابه. تمام؟ فبتحصل يعني. تمام؟ يعني من دلوقتي بقول لك يعني، بس انت حاول تتمرن ان انت لو مش فاهم السؤال فانت ايه اقرب حاجه، يعني اقرب حاجه، وحاول تاخد نظام الاليمينيشن. يعني ايه نظام الاليمينيشن؟ يعني اللي هو تشيل، اللي هو يعني تشيل، يعني انت قريت السؤال بس مش عارف الاجابه، بس انت عارف هو اللي عندك اختيارات A B C D، انت عارف ان هي مستحيل تبقى دي، خلاص يعني انت كده شلت دي من الاختيارات. يبقى انت بدل ما كنت بتلعب في اربع اختيارات او اربع احتمالات كل او نسبه نجاحك في السؤال ده 25%، لا، فانت عندك دي مش ما تنفعش، ما لهاش علاقه بالموضوع، فانت هتشيلها من اختياراتك. فانت عندك A و B و C، فمعنى كده نسبه الاجابه الصح بدل ما كانت 25% هتبقى 33%. طيب عندك 3 دلوقتي بقى كان 4، ايه اقرب واحده؟ تبتدي بقى تفكر، طب دي مش عارف ليها ايه، طب ايه مش عارف ليها علاقه بايه، طب بي مش عارف ليها علاقه بايه. فانت تحاول تفكر ايه اقرب حاجه، ولازم تتمرن من دلوقتي على الموضوع ده. لازم. ليه؟ عشان لما يجي سؤال مش عارفه في الامتحان تعرف تجيب او تعرف تضرب الاجابه الاقرب لايه؟ للصحه. تمام؟ طيب خلصت تاني مره حل اللي هي بتقيم نفسك فيها وخلصت، يبقى انت كده خلصت الجزئيه دي، تخش في الجزئيه اللي بعديها واللي بعديها وهكذا، تمشي معايا المنهج واحده بواحده لحد ما تخلص معايا المنهج ان شاء الله. ولما نخلص المنهج انا ان شاء الله في اخر حصه هقول ازاي تراجع وازاي تستعد للامتحان، بس ده بالنسبه للموضوع ازاي تذاكر معايا وازاي تحل والكلام ده. نقطتين مهمين جدا وانت بتحل، بلاش تعلم على الاجابه الصح. يعني لو انت مثلا الاجابه A وB وسي ودي وانت عارف الاجابه B، ما تعلمش على B. ليه؟ عشان ما تحرقش الاجابه بعد كده، ان انت هترجع تحل تاني، فما تحرقش الاجابات. يعني انت حل في ورقه خارجيه، حل بره، ما تحلش في السؤال، ما تحلش في الكتاب نفسه وتبوظ الاسئله. تمام؟ علم على الاسئله نفسها ان انت عملت ده غلط ماشي، لكن ما تعلمش على الاجابات. يعني ما تعملش سيركل او ما تعملش اي حاجه على، ما تحلش في الكتاب بمعنى اصح، عشان غالبا انت لازم هترجع تاني للاسئله دي وتحل تاني لما تيجي تراجع، فيا ريت تحل في اسئله خارجيه. ده انا اول حاجه. تاني نقطه انا بنصح على طول وبقول يا جماعه لما تيجي تذاكر ذاكر من مصدر واحد بس حل من مصادر كتيره. يعني احنا اتفقنا هنذاكر من بيكر، يبقى خلاص هو بيكر بحلاوته بقى، بوحشته، بسخافته، بجماله، بكل حاجه فيه. ليه؟ ما ينفعش اصلا انا هذاكر الانترنال كنترول من بيكر، وهذاكر الكوست من وايلي، وهذاكر مش عارف الفاينانشال مانجمنت من روجر، يبقى انت كده مش هتخلص. ما ينفعش، ما ينفعش. رأي الشخص، كل واحد حر في الآخر، خد كتاب وذاكره زي ما هو،
الكتب كلها جميلة والكتب كلها ظريفة، وكل كتاب له مميزاته وعيوبه، فخد كتاب وذاكره. ده بالنسبة للمذاكرة. الحل لا يا عم، حل من كل المصادر، بس نصيحتي قسم نفسك أو رتب نفسك. يعني خلص بيكر الأول، يعني أنت خلص بيكر معايا، وبعد ما تخلص بيكر حل وايلي. خلصت بيكر ووايلي وشايف نفسك لسه مش مقتنع، حل نينجا، حل روجر، عندك مليون مصدر. تمام؟ أنا كرأيي الشخصي لما تخلص بيكر، خلص كل بيكر بالكل بالكامل وخش في كتاب تاني مثلا وايلي. أنا رأيي الشخصي خلص بيكر ووايلي كحل أسئلة مش كمذاكرة. مذاكرة هتذاكر من بيكر بس. خلصت بيكر منهج وحل، حل وايلي. لو انت بعت بيكر وبعد وايلي شايف ان انت عندك وقت وعندك رفاهية ان انت تحل اسئلة تانية، او عندك طقطان ان انت تحل اسئلة تانية، توكل على الله بقى وانت ايه مع نفسك بقى. حل بقى روجر، حل نينجا، حل انت عايزه. تمام؟ انا شايف ان كتابين تخلصهم بالكامل باسئلتهم كافيين قوي، بس دي بتختلف من شخص لشخص. في ناس ممكن تبقى مش حاسه ان هي يعني عندها ارتياح نفسي، او حاسه ان هي لا عايزه تزود شويه في الحل، مفيش مشكله، ممكن تزود كتاب تالت وتحل مثلا نينجا او روجر او وات ايفر. نينجا بيقولوا ظريف جدا. انا بصراحه انا شخصيا انا ما حلتش نينجا قبل كده، ما اعرفش بقى ما كانش على ايامي، ولا هو كان على ايامي بس ما كانش مشهور، بس انا على ايامي ما كنتش اسمع عنه بصراحه. تمام؟ بس في ناس كتير جربته وبتقول ان هو ظريف كحل اسئله. تمام؟ فحل بيكر وبعديها وايلي، ولو عندك وقت حل نينجا. شايف ان انت خلاص اكتفيت بالاثنين دول بيكر ووايلي، يبقى خش الامتحان وما تزهقناش. تمام؟ من الاخر يعني. فده بالنسبه لطريقه الشرح وطريقه الحل اسئله، وازاي هنمشي في المحاضرات ان شاء الله من دلوقتي لقدام كده. يبقى انا خلصت اول جزء في المحاضره، الجزء الممل بتاع المقدمة وازاي نحل وازاي نعمل. نسيب دلوقتي الكلام ده ونخش في الجزء التاني من المحاضرة، ونبتدي نشرح ان شاء الله اول يونت او اول موديول، وهنتكلم على الانترنال كنترول فريم ورك. اول موضوع هنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله هو الانترنال كنترول فريم ورك. الموضوع ده بالنسبة للناس اللي خلصت اودت هيبقى بالنسبة لها موضوع تافه. الاوديت احنا خدنا الانترنال كنترول فريم وركس بالتفصيل الممل في الاوديت، فيعني السكوب بتاع البك في الحته دي يعتبر سكوب صغير جدا جدا جدا. فانت لو مخلص الاوديت وجيت تقرا السكوب او الحته اللي بتتكلم على الانترنال كنترول فريم وركس هنا، هتلاقي حته تافهه جدا، يعني لا ترقى لاي حاجه انت خدتها في الاوديت. بس كده كده هنشرحها وهن شاء الله هنقول الموضوع بيتكلم عليه. الانترنال كنترول فريم وركس دلوقتي احنا كانترنال كنترول سيستم او نظام رقابه داخليه، الموضوع كان زي ما تقول كده المحاسبه لها معايير، المراجعه لها معايير. طب الانترنال كنترول ما كانش له معايير في الاول، او ما كانش له اطار عمل. مش هقول لك معايير، فريم ورك يعني اطار عمل، فما كانش له اطار عمل. فكان كل واحد بيعرف الانترنال كنترول من دماغه. يعني تلاقي واحد يقول لك الانترنال كنترول ده احسن حاجه في الدنيا، والتاني يقول لك الانترنال كنترول ده اسوأ حاجه في الدنيا، والتالت يقول لك الانترنال كنترول ده يعني بيتعمل بيه سندوتشات، اي هرتله. تمام؟ طيب كله كان بيهري. تمام؟ في موضوع الانترنال كنترول، فنتيجه ان الهري بقى كتير قوي في موضوع الانترنال كنترول، فعملوا حاجه اسمها او عملوا منظمه كده اسمها الكوزو. عملوا منظمه اسمها ايه؟ اسمها الكوزو. والكوزو من الحاجات المهمه انت لازم تعرفها. الكوزو اللي هي الكوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز، كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز. عباره بقى عن ايه الكوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز؟ الكوزو دي عباره عن مجموعه، هي اسمها كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشن، يعني لجنه من رعاه معينين او رعاه. تمام؟ سبونسرنج اورجانيزيشنز، منظمات رعايه. مين هم بقى المنظمات دول؟ كل البوردز بتاعه الشهادات النظيفه. تمام؟ يعني مثلا السي بي اي، مين البرنس بتاعها او مين اللي بيديها؟ الاي اي سي بي اي. السي ام اي، مين البورد بتاعها؟ الاي ام اي. السي اي اي،
مين البورد بتاعها؟ الاي اي اي، وهكذا. وكم كده حاجه، وكم كده واحد زيهم كده صحابهم. فالاي ام اي مع الاي اي سي بي اي مع الاي اي اي مع حاجه اسمها الاف الاف اي اي مع مش الاف بي اي، الاف اي اي مش الاف بي اي، تمام، مع حاجه اسمها تريبل اي. قعدوا كده كلهم مع بعض على القهوه، تمام، وعملوا حاجه اسمها كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشن اللي هي الكوزو. والكلام ده كان امتى؟ كان في نص الثمانينات حسب ما افتكر، وهنا كاتب في الكتاب ميد 80s حسب ما افتكر، ان هو كان 84 يا 85، هو كان في الاوديت كان مكتوب التاريخ يعني بالتحديد غالبا كان 84، تمام. ده لما نشأت الكوزو. الكوزو بقى لما نشأت قعدوا كده فتره وطلعوا بحاجه قويه جدا، طلعوا بحاجه قويه جدا اسمها ايه؟ اسمها كوزو فريم انترنال كنترول فريم ورك بتاع الكوزو. فالكوزو طلعت حاجه اسمها، بص معايا في الشاشه، انترنال كنترول انتجريتد فريم ورك، طلعت اطار عمل للانترنال كنترول. طلعت ايه؟ اطار عمل للانترنال كنترول. الكلام ده سنه كام؟ سنه 92. سنه كام؟ 92. الاطار العمل بتاع الانترنال كنترول ده اللي هو الانترنال كنترول انتجريتد فريم ورك طلع بحاجتين، كان عباره عن حاجتين مهمين جدا الناس تعرفهم. وعلى فكره الحاجتين دول هم اللي احنا هنشرحهم تفصيل في بقيه الموديول. ده موديول خالص، يعني الموديول عباره عن الكوزو، ايه هو الفريم ورك، تعريف الانترنال كنترول، الكومبوننتس، وكل سنه وانت طيب. هنروح على كده. فانت دلوقتي لو عارفهم من الاوديت يعني ممكن تقفل الفيديو ده اصلا وتفكس اصلا الموضوع كله، وانت اصلا المفروض هتبقى فاهمه من الاوديت، يعني من الاوديت ده لو انت يعني جاست، يعني لو انت جاي من الاوديت. لو انت مش جاي من الاوديت يبقى الكوزو عباره عن الانترنال كنترول فريم ورك اللي نزل سنه 92 طلع بحاجتين مهمين جدا. اول حاجه عطى ديفينيشن الانترنال كنترول، ما زي ما قلت لك كل واحد بدا يهري، تمام، ويقول لك اصل الانترنال كنترول هو عباره عن عمليه البناء الضوئي الذي تتمثل في البتنجان المقلي، تمام. واحد يقول لك اصل مش عارف الانترنال كنترول ده عباره عن ايه، كله كان بيهري. فالكوزو كمنظمه محترمه طلعت ديفينيشن الانترنال كنترول، يبقى من اهم الاوبجكتيفز بتاعه الانتجريتد فريم ورك بتاع سنه 92 ان هو اول حاجه عملها ايه؟ اعطاك الديفينيشن بتاع الانترنال كنترول. اعطاك ايه؟ الديفينيشن بتاع الانترنال كنترول، وهناخد الديفينيشن. تاني حاجه قال لك ان الانترنال كنترول سيستم له خمسه كومبوننتس مهمين جدا لازم تعرفهم. الانترنال كنترول سيستم له ايه؟ خمسه كومبوننتس. ايه هم الخمسه كومبوننتس دول؟ هنشرحهم برضو بالتفصيل، هقولهم لك دلوقتي بسرعه، برضو شرحناهم في الاوضه قبل كده بالتفصيل، هنقولهم تاني. اول واحد هو الكنترول انفايرمنت، بعد كده الريسك اسسمنت، بعد كده الكنترول اكتيفيتيز، وبعد كده الانفورميشن اند كوميونيكيشن، واخر حاجه المونيتورنج، تمام. يبقى هم خمسه وهناخدهم بالتفصيل. ده في 92. بعد كده في 2013 نزل كده ابديت ظريف على الكوزو فريم ورك، طلعوا يعني عملوا نزله هو ان هو نفس الفريم ورك، بس عملوا له ابديت بالنيو ترندز والنيو تشينجز اللي بقت في المارك او اللي بقت في البيزنس بمعنى صح. يعني ما قال لك اهو، بص قال لك ان 2013، على فكره التحديث يعني مش كارثي، يعني لو انت خدت بالك من التحديث بتاع 2013 على اللي حصل في 92 مش هتلاقي ان الموضوع فارق قوي، يعني هتلاقي في شويه مسميات، شويه مصطلحات، شويه كده حاجات ظريفه اتقالت، بس يعني هو نفس الفكره بمعنى صح. قال لك اهو in 2013 the framework received an update to deal with changes in technology, business models, globalization, outsourcing and regulatory environment. يعني framework الكوزو لقيت ان هي جالها رسائل كتيره وجالها توصيات كتيره ان في تغيرات في التكنولوجي والبزنس مودلز والجلوبالايزيشن كعولمه والاوتسورسنج، ان في اوتسورسنج مودلز كتيره والريجولاتوري انفايرمنت. وان سيجنيفيكانت انهانسمنت تو ذا 2013 ابديت واز ذا فورماليزيشن اوف ذا فاندمنتال كونسبتس ذات وير بارت اوف ذا اوريجينال 92 فريم ورك. سبيسيفيكلي ذيس فاندمنتال كونسبتس هاف ايفولفد انتو 17 برينسيبلز that have been categorized within the five major internal control components.
The COSO framework is widely regarded as an appropriate and comprehensive basis to recommend the assessment of internal controls over financial reporting. طيب يعني قال لك من التحديثات اللي جت دي بدأوا يفسروا الخمسة شايف انت الفايف ميجر انترنال كنترول كومبوننتس، عشان قلت لك ان الكوزو قال لك الانترنال كنترول فيه خمسة ميجر كومبوننتس وكل عنصر فيه حاجة اسمها سب كومبوننتس هنشرحهم. فالتوصيات اللي في 2013 دي عطت شرح مفصل شوية او ازودت حاجات على السب كومبوننتس اللي في كل كومبوننت وهنتكلم عنها. كوزو انترنال كنترول فريمورك like the framework is used by the company management and its board of directors to obtain an initial understanding of what constitutes an effective system of internal control and to provide insight as to when internal controls are being properly applied within the organization. The framework also provides confidence to external stakeholders that an organization has a system of internal control in place that is conductive, conducive مش عارف ايه دي او اني مقنع يعني مش عارف انطقها to achieving ايه its objectives. طيب ايه بقى الحوار ده دلوقتي؟ زي ما قلت لك ان انت كل واحد كان بيعرف internal control من دماغه. فانا دلوقتي لو نتيجة الهري كتير في الموضوع ده فالكوز طلع بالفريمورك بإطار عمل internal control. حلو، السؤال الاول هو اصلا مين المسؤول عن عمل الانترنال كنترول سيستم جوه الشركه؟ هل انا كمراجع خارجي او انا كمراجع داخلي مسؤول عن ان انا اعمل انترنال كنترول سيستم جوه الشركه؟ لا طبعا، المراجع مسؤوليته ان هو يعمل اسسمنت، يعمل تقييم للانترنال كنترول سيستم اللي جوه الشركه. طلع حلو هيقول حلو، طلع وحش هيقول زي الزفت، تمام، ويقول ريكومنديشنز، يقول توصيات. لكن مش انا اللي بعمل ايه الديزاين او بعمل امبلمنتيشن او مسؤول حتى او عندي اي ريسبونسابيلتي للانترنال كنترول سيستم. طيب دي اول نقطه. تاني نقطه، مين بقى المسؤول؟ بدل انا مش مسؤول كمراجع داخلي او مراجع خارجي، المانجمنت، البورد اوف دايركتورز والمانجمنت هم اللي عندهم الريسبونسابيلتي ان هم يعملوا انترنال كنترول سيستم جوه الشركه. جميل. فالانترنال كنترول سيستم اللي جوه الشركه ده هيتعمل بيزد على ايه؟ يعني لما الشركه مثلا تيجي تطبق معايير محاسبه مش بتعمل المحاسبه اللي في دماغها، يعني بتمشي محاسبه بناء على او توافقا او ان كومبلاينس مع معيار معايير محاسبه، سواء بقى ايفرز، يو اس جاب، مصري، سوداني، وات ايفر، تمام؟ طيب لكن لما تيجي تعمل انترنال كنترول هتعمله بيزد على ايه؟ على الكوزو. يبقى الكوزو هو اطار عمل للانترنال كنترول. المانجمنت بتستخدمه، المانجمنت لازم تبقى عارفه ايه هو الكوزو عشان المانجمنت هي اللي هتعمل الانترنال كنترول سيستم، ولازم تعمله بيزد على كرايتيريا، تمام، زي الكوزو، تمام. فلازم المانجمنت تبقى عارفه ايه هو الكوزو وايه هو الريكويرمنت بتاعته عشان لما تيجي تعمل ديزاين للانترنال كنترول سيستم وامبلمنتيشن وتاكنولوج ريسبونسابيلتي ان هي عامله انترنال كنترول سيستم تبقى عارفه ان هي عاملاه بيزد على انهي فريم ورك، تمام. طيب عشان في المحله بعديها المانجمنت هتقول والله يا جماعه انا عندي انترنال كنترول سيستم وعاملاها بما يتوافق مع الكوزو، يبقى انا كمراجع داخلي او مراجع خارجي هقول ده نازل هعمل اسسمنت للانترنال كنترول سيستم بيزد على الكوزو. يبقى انا كمان كمراجع يبقى عندي كرايتيريا عارف امشي عليها، يعني ابقى عارف المانجمنت دي عامله ايه او المانجمنت دي عملت انترنال كنترول بيزد على ايه عشان اعرف اقيمه من ناحيتها بمعنى صح. Definition of internal control. تعريف internal control. Internal control is a process that is designed and implemented by organizations' management, board of directors, and other employees to provide
reasonable assurance that the organization will achieve its operating, reporting and compliance objectives. يبقى تعريف الـ internal control هو process designed and implemented by mean من organization management, board of directors and other employees. تمام؟ To provide reasonable assurance. عشان تديك reasonable assurance. وحط تحت كلمة reasonable assurance دي مليون خط. That the organization will achieve its operating, reporting and compliance objectives. عشان الشركة هتعرف تحقق الـ objectives تاعتها من وجهة نظر الـ operations, reporting أو compliance. كان نقطة مهمين. مين اللي مسؤول عن الـ design implementation؟ المانجمنت، البورد والامبلويز. هل الانترنال اوديتور مسؤول؟ لا. هل الاكسترنال اوديتور مسؤول؟ لا. الانترنال كنترول سيستم بي بروفايد ايه؟ ابسولوت اشورنس ولا ريزونبل اشورنس؟ لا، بي بروفايد ريزونبل اشورنس، توكيد معقول وليس توكيدا مطلقا، ولهذا حكمه، وهنقول ليه قدام شويه. هقول لك دلوقتي عشان نخلص بالموضوع. مفيش سيستم في الدنيا بيديك 100%، مفيش سيستم في الدنيا بيديك اي حاجه ابسولوت، كل حاجه ريزونبل حتى الانترنال كنترول. ليه؟ في كذا سبب ممكن يخلي الانترنال كنترول سيستم يديك ريزونبل وما يديكش ابسولوت. اول حاجه ان في حاجه اسمها هيومن ايرور. طبيعي ان انت بتعمل سيستم والسيستم كويس وكل حاجه، بس في اشخاص بيبقوا انفولفد جوه السيستم، صح؟ فطبيعي ان السيستم معتمد في جزء ما على اشخاص حتى لو فولي اوتوميتد. ما هو برضو انت اللي عمل الاوتوميشن ده اشخاص، هم اللي عملوا السيستم، هم اللي عملوا السيستم، هم عملوا الديزاين، هم عملوا السوفت وير، هم عملوا الديفلوبمنت، هم عملوا الكودينج، تمام؟ وفي حاجه اسمها هيومن ايرور. يبقى اي هيومن اي حد في البشريه دي كلها عرضه ان يعمل اخطاء. فمهما عملت اي انترنال كنترول سيستم، مهما كان احسن انترنال كنترول سيستم في الدنيا، فهو سبجكت ليه؟ هيومن ايرور. يبقى ليه الانترنال كنترول بيدي ريزونبل اشورنس ومش ابسولوت اشورنس؟ عشان اول حاجه الهيومن ايرور، ثاني حاجه الكولوجن. ايه الكولوجن؟ التواطؤ بين الموظفين. مثلا هنقول مثلا من مبادئ او من المفاهيم بتاعه الساوند انترنال كنترول سيستم، الانترنال كنترول سيستم المحترم، يعني السيجريجيشن اوف ديوتيز، فصل المهام، وهنتكلم عنها كمان شويه وشرحناها في الاوديت بالتفصيل الممل. يعني ايه اللي هو عندك الاوثورايزيشن مختلفه عن الكاستدي، مختلفة عن الريكورد كيبينج. يعني دول ثلاث مهام مفروض يبقوا مع ثلاث أشخاص مختلفين. يعني اللي معاه ريكوردينج يبقى ريكوردينج، يعني يسجل في الدفاتر أو في البوكس، يبقى مختلف عن اللي معاه أوثورايزيشن، مختلف عن اللي هو معاه الصلاحية إنه يدي الأوثورايزيشن، ويكون مختلف عن معاه الكاستدي، الحيازة، اللي مين معاه الأصل أو مين معاه الحاجة نفسها. جميل؟ طيب. يبقى أنا كده وزعت المهام على ثلاث أشخاص بما يتوافق مع الكوزو، وبما يتوافق مع مبدأ فصل المهام السيجريجيشن اوف ديوتيز العظيم. جميل. طب افرض بقى التلاتة دول تواطؤوا مع بعض، يعني الراجل اللي معاه الاوثورايزيشن تواطأ مع الراجل اللي معاه الكاستدي، وتواطأ مع الراجل اللي معاه الريكوردينج أو البوك كيبينج، هيسرقوا. يبقى انت عملت انترنال كنترول سيستم وعملت سيجريجيشن اوف ديوتيز وعملت كل حاجه، وفي الاخر برضو حصل ايه؟ كولوجن. ايه كولوجن؟ تواطؤ ما بين الموظفين. جميل. وفي عندك نوعين من الكولوجن، عندك كولوجن بتاع الامبلويز وعندك كولوجن بتاع المانجمنت. كولوجن المانجمنت ده بقى ايه؟ اجرك الله، تمام؟ بيبقى كارثه. ليه؟ عشان بيبقى صعب جدا. انت بقى بتتكلم مثلا مش ثلاث موظفين صغيرين بيضربوا حاجات مع بعض، انت بتتكلم مثلا سي اف او مع سي او او مع مثلا مع سي اي او، يعني بتاع الفاينانس مع بتاع الاوبريشن مع بتاع الاي تي، تمام؟ تخيل كده التلاته قعدوا مع بعض وضربوا كل حاجه في الشركه، ساعتها تبقى صعبه جدا ان انت تكشف حاجات معينه. عشان كده الكولوجن بيبقى من الحاجات اللي تحد من او بنسميها الليميتيشنز اوف انترنال كنترول، يعني من حدود الانترنال كنترول. يبقى احنا كده قلنا هيومن ايرور، وقلنا
الكولوجن. تالت حاجة الكوست والبنفيت. ما انت ممكن واحنا شفناها كلنا حتى في الواقع العملي، تيجي تشوف ان انت عندك مشكلة او عندك مشكلة في انترنال كنترول في اريا ما، في منطقة ما، تمام؟ فهتقول والله انا عندي المشكلة دي، فانا عشان اعمل انترنال كنترول هنا او عشان اصلح الحتة دي محتاج هعمل ديزاين لسيستم معين، او هعين موظف معين، او هعمل تشينج معين. فالتغير ده سواء هعمل تشينج في السيستم او نيو سيستم او نيو بيرسونيل، او هعين حد جديد، هعمل تغير ما، هيكلفني كام؟ هيكلفني مثلا 200,000 دولار، والمنفعه اللي هتجيلي كام؟ 100,000 دولار. يبقى انت عشان تكسب 100,000 دولار او عشان تعمل منفعه بنفيت ب 100,000 دولار هتتكلف 200,000 دولار. هل يعقل؟ لا يعقل. يبقى ما ينفعش الكوست تبقى اعلى من البنفيت. فانت ممكن يبقى عندك انترنال كنترول بس الكوست بتاعه عالي اعلى من البنفيت اللي هتيجي منه، ساعتها مش هتطبقه. يبقى ساعتها ده برضو ليميتيشن من الانترنال كنترول. يبقى الليميتيشنز من الانترنال كنترول زي الهيومن ايرور، زي الكولوجن، زي الكوست اند بنفيت. طيب ابلكيشن اوف ذا مانجمنت اند بورد كده كده، يعني الكلام اللي هيتقال ده كله بقى ايه كلام انا قلته اوريدي، بس نقوله كده بطريقه ظريفه شويه. The framework assists an entity's management and board of directors in the following areas. اول حاجه يعني الفريمورك الظريف ده بيساعد المانجمنت بورد اوف دايركتورز في ايه؟ effectively applying internal control within the overall organization on a divisional operating level or a functional unit. يعني بمعنى صح بيساعد انت، بيساعد المانجمنت، انا بتكلم على المانجمنت والبورد، ها ركز معايا، انا بتكلم على مين؟ على المانجمنت والبورد. فهو بيساعد المانجمنت والبورد ان هم يطبقوا او يعملوا ديزاين للانترنال كنترول سيستم، سواء على مستوى الاورجنايزيشن اوفر اول، سواء على مستوى ديفيجن او قطاع، او على مستوى فانكشن معين. Determining the requirements of an effective system of internal control by ascertaining whether the components and principles exist and are functioning properly. يعني بمعنى صح بتشوف هل انت او بتساعد المانجمنت ان انت يبقى عندك فريم ورك، عندك اطار عمل زي الكوزو، بتساعد المانجمنت ان هي تقيم determine او تساعد المانجمنت تحدد الريكويرمنتس بتاعت السيستم اوف بتاعت الافكتيف سيستم اوف انترنال كنترول. يعني انت لو المانجمنت عارفه ان انت إيه عشان يبقى عندك انترنال كنترول سيستم كويس محتاج 1 2 3 4، فيبقى الاطار العمل ده بيدي جايد لاين، او بيدي جايد لاين، يعني بيدي جايد لاين، ترجموها انتوا تمام، بيدي بتاعه كده، بيدي هنت كده تمام، بيدي حاجه كده للمانجمنت، تقول لهم والله يا جماعه انتوا لو عملتوا 1 2 3 يبقى انتوا كده برنسات، وعملتوا انترنال كنترول سيستم حلو وظريف، وانتوا كده احسن ناس في الدنيا تمام. Allowing judgment and flexibility in the design and implementation of the system of internal control within all operational and functional areas of the organization. طبيعي ان انت اي internal control system برضو subject للenvironment والsize، خلي بالك، وكان ده شرحناه في الاول بالتفصيل. زي ما قلت لك قبل كده، هل تعتقد ان الانترنال كنترول سيستم بتاع الانترنال كنترول سيستم بتاع المراعي هيبقى زي الانترنال كنترول سيستم بتاع فودافون؟ يعني المراعي دي شركه بتعمل لبن وزبادي، صح؟ هي شركه بتاعت لبن وزبادي وعصير وحاجات كده، يعني اغذيه تمام. فودافون بتاعت ايه؟ اتصالات، صح؟ يعني بتعمل مكالمات وانترنت وحاجات حاجات ظريفه كده تمام. دي شركه كبيره ودي شركه كبيره، بس هل تفتكر الانترنال كنترول سيستم بتاع المراعي هيبقى زي الانترنال كنترول سيستم بتاع فودافون؟ لا، هنا الانترنال كنترول بتاع سيستم بتاع المراعي هيبقى مور للاندستريال سايد، حاجات صناعيه، وهيبقى فيه كمان حاجات خاصه جدا بايه؟ بالصحه، ان انت بتتكلم بقى في حاجات اغذيه وحاجات ممكن تبوظ بسرعه. يعني مثلا مش هقول لك مثلا ممكن مش هقول لك مثلا اكل مثلا يقعد فتره طويله، بسكوت مثلا ممكن يقعد لك معاك، بسكوت مثلا يقعد معاك 3 4 شهور مش مشكله، لكن تتكلم في لبن وزبادي اللي هو اخره يومين ثلاثه اسبوع بيضرب منك تمام. فانت بتتكلم انت لازم عندك انترنال كنترول سيستم هنا مختلف عن فودافون. وفودافون مثلا ايه الانترنال كنترول سيستم عندها؟ هيبقى مور للبرايفسي، مور للسيستم، عشان ما حدش يعمل هاك على السيستم ويسمع المكالمات او ياكسس مكالمات حد او ياكسس مثلا انترنت بتاع حد. يبقى الانترنال كنترول سيستم مختلف ليه؟ عشان ديفرنت انفايرمنت.
فالفريم ورك هيدي لك الفلكسبيليتي دي، ان انت في نفس الوقت انت اللي بتحدد السيستم بتاعك او الانفايرمنت بتاعتك، وانت على اساسها بتشوف الاوبجكتيفز وازاي تحقق الاوبجكتيفز دي. وبرده الحجم، يعني نشوف مثلا نقول مثلا مثال تاني، مثلا كارفور وعم مثلا عم صالح البقال، انت ممكن تقول ان هو في نفس الاندستري بتاعت كارفور. يعني عم صالح بيبيع لبن، بيبيع زبادي، وبيبيع جبنه، وفي نفس الوقت كارفور بيبيع لبن وبيبيع زبادي وبيبيع جبنه. عم صالح نفس الاندستري بتاعت كارفور، بس في فرق شاسع في الحجم. عم صالح محل صغير في على اول الشارع، الله يرحمه بقى عم صالح مات، تمام، ابنه ماسك دلوقتي معانا، تمام. فيعني نرجع لموضوعنا، يعني عم صالح هو بيزنس، تمام، بس السايز بتاعه مختلف عن كارفور اللي هو هايبر كبير، موجود في كل حته في ميدل ايست، موجود في مصر وفي السعوديه وفي الامارات ومش عارف ايه، صح. يبقى معنى كده السايز الحجم هيفرق في الانترنال كنترول سيستم حتى لو انت في نفس الاندستري. يعني عم صالح نفس الاندستري بتاعه كارفور، بس الفرق السايز برضو هيختلف معاك في الانترنال كنترول. يبقى الانترنال كنترول سيستم بيختلف بفرق اندستري من اندستري وفرق السايز من السايز. طيب، identifying and analyzing risks then developing acceptable actions to mitigate or minimize these risks to an acceptable level. وهنا بيجي فكرة الريسك اسسمنت. انا دلوقتي هو ليه في كنترولز؟ هي اصلا ليه في كنترولز؟ الموضوع اصلا بدأ في ايه؟ يعني برضو هو مشكلة ان انت هنا، احنا هنا بتذاكر بيك مش بنذاكر اودت، عشان كده انت ممكن تلاقي الموضوع داخل كده على طول خبط لزق في الاودت. انتوا المفروض اخدتوها بالترتيب شويه. الموضوع بدا ان انت عندك ريسكات. يعني ايه ريسك؟ ريسكات اللي هي جمع ريسك، ريسكس، تمام، صح، هنقول عليها ريسكات. يعني الناس اللي كانت معايا في الفرع اودت متعودين على اللغه، الناس الجديده معلش هتلاقي لغه غريبه شويه، تمام. فانت المفروض انك عندك ريسكات، والريسكات دي انت عايز تغطيها، عايز تغطي الريسكات. فتعمل ايه؟ هيبقى عندك كنترولز عشان تغطي الريسكات. طب هقول لك على حاجه ثانيه، انت عارف ان في مرحله قبل الريسكات؟ يعني خلينا خد لك قبل المرحله. انت اصلا عندك اوبجكتيفز، يعني خلينا معلش ارجع معايا، انت اللي فات ده هقول لك ثاني من الاول. انت عندك اوبجكتيفز اصلا، يعني انت الموضوع ان انت عندك اوبجكتيفز، عندك اهداف، تمام، عندك اهداف. انت عشان توصل الاهداف دي في ممكن شويه ريسكات تجي لك، عندك شوية ريسكات تجي لك، وعشان تغطي الريسكات دي بتحاول تغطيها قد ما تقدر، فبتعمل الكنترولز المناسبة. يبقى انت الموضوع بدأ بايه؟ بأوبجكتيفز. وانت عشان توصل الأوبجكتيف بتاعك لقيت ان في ريسكات هتواجهك، ريسك الكذا، ريسك الكذا، ريسك الكذا، فهتضطر تعمل تشوف الكنترولز الموجودة عشان تغطي الريسكات. بمعنى انا من الأوبجكتيفز بتاعتي ان انا يبقى عندي كاش فلو ممتاز او كاش فلو يغطيني، ده كاش، ده اوبجكتيفز من الاوبريتنج اوبجكتيفز بتاعتي. فانا ماشي عشان اوصل للاوبجكتيف ده هيبقى عندي ريسك. ايه الريسك اللي عندي؟ ان ممكن كاستمرز ما يدفعوش، ان كولكتبل ديت، او كاستمرز with bad credit history، تمام. يعني ابيع لناس الكريدت هيستوري بتاعهم ضايع او زي الزفت، يبقى ده ريسك. طب ايه الكنترول؟ ان انا مش هبيع لحد اون كريدت غير لما يتعمل له كريدت اسسمنت والكريدت مانجر او الكريدت ديبارتمنت توافق عليه. يعني بص، انا عندي اوبجكتيف ان انا يبقى عندي كاش فلو، وان انا ما اخسرش فلوسي، او الفلوس اللي لما ابيع احصل فلوسي، يبقى عندي كولكشن كويس، ده اوبجكتيف. ايه الريسك؟ ان الناس اللي بيع لها تطبق الفلوس، تطبع على الفلوس وما تدفعليش فلوسي، ده ريسك. يبقى اوبجكتيف وريسك. طب الريسك ده عشان اغطيه اعمل ايه؟ اخلي فيه انترنال كنترول، فيه كنترول. ايه الكنترول؟ ان ما فيش كريدت سيل يطلع غير لما يتعمل له ابروفل من الكريدت ديبارتمنت. يعني ما فيش مبيعات بالاجل غير لما الكريدت ديبارتمنت او الكريدت مانجر
يوافق، يعمل assessment ويتأكد إن الراجل ده ما عندوش باد كريدت هيستوري او ما عندوش مشاكل قبل كده مع الشركه، ويوافق او يرفض. يبقى الموضوع بيبتدي اوبجكتيفز ريسكات، وبعد كده انت بتحط كنترولز. عشان كده بقول لك الموضوع بيختلف من اندستري لاندستري ومن حجم لحجم. يعني هل مثلا تفتكر ان الاوبجكتيف بتاع مثلا جهينه او مراعي اي شركه، تمام، ان الزبادي ما يحمطش؟ ده اوبجكتيف، اوبريتنج اوبجكتيف. انا مش عايز الزبادي يحمض. طبعا الاوبجكتيفز انا عندي انواع من الاوبجكتيفز، عندي استراتيجيك، عندي اوبريشنال، عندي ميد تيرم، يعني ميديم تيرم، عندي لونج تيرم، عندي شورت تيرم. ده موضوع تاني مش هنتكلم فيه دلوقتي، تمام؟ مش عايزين نقلب المحاضره عشان ما ندخلش كل حاجه في بعض. بس انت عندك كذا نوع من الاوبجكتيفز، بس وفي عندك اني خلينا نقول مثلا واحده من الاوبريتنج اوبجكتيفز بتاعتك، انت مش عايز الزبادي يحمض. هل الاوبجكتيف ده موجود في فودافون؟ لا، فودافون ممكن يكون عندها اوبجكتيف تاني، اللي هو ايه؟ انا مش عايز السيرفيس تقع، انا مش عايز السيرفيس تقع. هل ينفع تقول ان 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 ان, إن فودافون عندها الاوبجكتيف بتاع ان السيرفيس تحمض؟ لا، ان فودافون اندستري تانية، فعلى اساس الاوبجكتيف المرايا هتحط عندها ريسك معين وفودافون عندها ريسك تاني خالص، والمرايا هتحط كنترول مختلف عن الكنترول بتاع مين؟ بتاع فودافون. يبقى الموضوع بيبتدي من اوبجكتيف ريسك، بعد كده بتحط الكنترول. ثاني المعديها eliminating redundant ineffective or inefficient controls. طبعا اسمه ده من حته او من اهداف اللي ما عندك فريم ورك او اطار عمل للانترنال كنترول، انت بتعمل elimination redundant. redundant يعني متكرر، ineffective يعني ineffective واضحه، او inefficient controls. انا بصراحه ما بحبش كلمه eliminating، يعني حتى في المعيار هو الراجل نفسه ما بيحبش كلمه elimination، ان انت مستحيل تعمل elimination لكل حاجه، دي صعبه. كلمه elimination دي ان انت تشيل الريسك، حتى يقول لك ما فيش حاجه اسمها elimination of risk، في حاجه اسمها minimize of risk مش elimination. برضو elimination of اي حاجه، هو كتبها elimination ماشي عديها، جابها لك في امتحان elimination برضو قشطه عديها، بس هي كلمه elimination بتبقى مش ظريفه شويه، انت صعبة تشيل كل حاجة 100%. جميل؟ جميل. بعدها extending internal control application beyond an organization's financial reporting. ان انت برضو خباك الحاجة internal control system ده هو مش على financial reporting بس، هو financial reporting و compliance و operations. يعني بص شايف انت فوق هنا في التعريف، انت بتبص على operations و reporting و compliance، فبرضو انت بتextend على beyond financial reporting. بالنسبة للابليكيشن للستيك هولدرز، الستيك هولدرز كلمة ستيك هولدر هم أصحاب منفعة، مش ستوك هولدرز، ستيك هولدرز. ستيك هولدرز هو أي حد صاحب منفعة. يعني أنا مثلا كإكسترنال أوديتور أنا ستيك هولدر، بتاع التاكس ستيك هولدر، أي حد معدي في الشارع يعتبر ستيك هولدر، تمام؟ فإيه منفعة الفريم ورك للستيك هولدرز؟ من قبل ما أقرا هي تديني أنا كونفدنس إن الشركة معمول لها internal control based على كريتيريا معينه. يعني لو انا مثلا انا كستيك هولدر اكسترنال، انا واحد من بره الشركه، والشركه قالت لي ان انا عندها internal control system بس عاملاها كده من دماغها، اللي هو ايه يعني من اي حاجه في البتنجان، انا ايش ضمني؟ ايش عرفني هم فاهمين اصلا ان ايه internal control ولا مش عارفين؟ فلما يقولوا لي والله احنا عندنا internal control system حسب الكوزو، يبقى ساعتها هيبقى انا عندي ارتياح او عندي confidence ان الشركه عاملة internal control system حسب كريتيريا معينة الناس كلها عارفاها ومتفق عليها. يبقى this or the framework also provides value to external stakeholders and other parties that interact with the organization by providing greater understanding of what constitutes an effective system of internal controls. يعني خليني أنا أفهم إيه هو ال effective system of internal control. يعني لو قلنا إن إحنا عندنا system internal control system كويس based على كوزو، هيبقى انا كده عندي confidence. لو احنا عندنا internal control system كويس based على حماده، يبقى انا مش عارف مين حماده ده، تمام؟ ايه السيستم ده اصلا؟ فساعتها لا، هبتدي اشك ايه اللي عندهم ده. greater confidence that management would be able to eliminate ineffective, redundant, inefficient controls. يعني برضو يبقى عندي confident ان management لو في redundant او ineffective or inefficient controls، management هتحاول تبلاقي elimination او reduction as a as much as possible. greater confidence that the board will have effective oversight for the organization for the organization's internal control. يعني هيبقى عندي confidence ان البورد اوف دايركتورز
عارف دور الانترنال كنترول وعنده انفولفمنت، زي ما هقول كمان شويه ان من الكومبوننتس بتاعت الكوزو الكنترول انفايرمنت، ومن السب كومبوننتس بتاعت الكنترول انفايرمنت هي البورد اوف دايركتورز انفولفمنت، وهنشرح ده بالتفصيل قدام. Improved confidence that the organization will achieve its stated objectives and will be capable of identifying, analyzing, and responding to risks affecting the organization. هيبقى انا عندي confidence ان المانجمنت بتعمل risk assessment وبتشوف ايه الobjectives بتاعتها وايه الريسكات اللي عندها وازاي بتعمل mitigation للريسك او بتعمل responding للريسك دي. طيب ده بالنسبه لل applications of stakeholders. الكوزو كيوب، الكوزو كيوب ده طلعوه في 2013، زي ما قلت لك ان احنا كده كده حتى من 92 احنا عندنا internal control components هم خمسه بالترتيب، خلي بالك بالترتيب، الترتيب ده مهم: control environment, risk assessment, control activities, information communication, monitoring activities. ده دول الخمسه components بتاع internal control، ودول مهمين جدا هشرحهم دلوقتي وشرحناهم في الاوديت قبل كده. هو عمل ايه بقى في 2013؟ قال لك ان الخمسه دول بيبقوا مرتبطين او بيغطوا ثلاثه اوبجكتيفز او ثلاثه ارياز، اللي هي الاوبريشنز والريبورتنج والكومبلاينس. يعني الموضوع مش الانترنال كنترول كومبوننتس او الكومبوننتس دي مش عشان بس فاينانشال ريبورتنج، مش عشان بس الاوبريشنز، مش عشان بس الكومبلاينس، لا هنغطي الاوبريشنز والريبورتنج والكومبلاينس. طب ده على مدار الانتيتي اوفرول، وعلى مدار الفانكشن، وعلى مدار ايه؟ على مدار الاورجانيزيشن توب داون، بنسميها التوب داون. يعني بص من اول الانتيتي ليفل، بص معايا في الشاشه، من اول الانتيتي ليفل تنزل على مستوى الديفيجن، تنزل على مستوى الاوبريتنج يونت، وتنزل على مستوى الفانكشن. الانتيتي ليفل اللي هي على مستوى الاورجانيزيشن اوفرول، بعد كده تنزل على مستوى الديفيجن، بعد كده تنزل على مستوى الاوبريتنج يونت، بعد كده تنزل على مستوى الفانكشن. يبقى عايز يقول هنا في الكوزو كيوب ده ان هو بيوضح لك ان الانترنال كنترول كومبوننتس اللي هم الخمسه: الكنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتيز، انفورميشن كوميونيكيشن، مونيتورنج اكتيفيتيز، بيغطوا الاوبريشنز والريبورتنج والكومبلاينس على مستوى الانتيتي او على مستوى الديفيجن او على مستوى الاوبريتنج يونت او على مستوى الفانكشن. الفريم ورك اوبجكتيفز شرحناهم. اوبريشنز هي الحاجات اللي علاقه بالاوبريشنز روحها من اسمها، تمام. الريبورتنج اكتيفيتيز على مستوى الريبورتنج، والكومبلاينس هي الكومبلاينس لاي لوز او ابليكابل لوز او ريجوليشنز. الكومبوننت اوف انترنال كنترول، الكومبوننت بتاعت الانترنال كنترول الخمسه اللي انا قلت عليهم المهمين جدا 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 جدا، تمام. بص يا سيدي، هو هنا يعني قال لك ايه اسمهم، اسمها برايم. برايم يعني خد اول حرف من كل واحده وسماها كرايم. ادي الكرايم: كنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، انفورميشن كوميونيكيشن، مونيتورنج، اند اكزيستنج كنترول اكتيفيتيز. انا بصراحه دي حاجه مثلا من الحاجات اللي انا ما بحبش فيها بيكر بصراحه، يعني بيكر مثلا عشان يحطها لك في كلمه بيشقلب الترتيب. يعني الترتيب الصح ده اللي هو ده: كنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتيز، انفورميشن كوميونيكيشن، مونيتورنج. ده الترتيب الطبيعي ده، حتى يعني حتى لو تفتكر في الاوديت احنا شرحناهم بالترتيب ده، يعني ده حتى ده التسلسل الطبيعي او التسلسل المنطقي للايه، للكنترول للكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول. هو بقى هو عشان يسهلها لك راح مسميها لك برايم، وبداها بالكنترول انفايرمنت يعني كتر الف خيره، بعد كده ريسك اسسمنت، انفورميشن كوميونيكيشن، مونيتورنج، اكزيستنج كنترول اكتيفيتيز. لا، هي الترتيب الطبيعي زي ما قلت لك زي اللي فوق: بتبتدي بكنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتيز، انفورميشن كوميونيكيشن، مونيتورنج اكتيفيتيز. انت عايز تحفظهم بطريقه البرايم دي انت حر، دي مشكلتك انت. بص يا سيدي، الكنترول انفايرمنت هنشرح كل واحده فيهم بسرعه. الكنترول انفايرمنت هقول كام نقطه كده مهمين جدا 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 جدا، وبعد كده هنشوف الكتاب بيقول ايه. الكنترول انفايرمنت هي اول عنصر من الانترنال كنترول كومبوننتس، هو اول كومبوننت، احنا قلنا ان هم خمسه، هي دي الخمسه. اول واحده هي الكنترول انفايرمنت. اول واحده ليه؟ عشان هي اهم واحده. الكنترول انفايرمنت اللي احنا بنسميها بيئه الرقابه، دي اهم عنصر من عناصر الانترنال كنترول سيستم، او اهم كومبوننت من الكومبوننتس كلها. زي ما بيقولوا كده اللي هو ايه؟ ان صلحت يعني صلح الباقي، وان فسدت فسد الباقي. من الاخر يعني لو كنترول انفايرمنت بتاعتك
حلوة وظريفة، هتلاقي الدنيا ماشية بعد كده ايه ظريفة والدنيا كلها ماشية سلسة. لو الكنترول انفايرمنت بتاعتك مضروبة بالنار، ففي الاغلب هتلاقي الدنيا بعد كده كلها ايه خبطة في حيطة. تمام. فالكنترول انفايرمنت اهو، الكنترول انفايرمنت انكلود ذا بروسيس ستراكشرز اند ستاندرد ذا بروفايد ذا فاونديشن، الاساس for an entities for an in for an entity to establish a system of internal control. The importance of internal control and expected standards of conduct established through tone at the top approach. وخلي بالك من حاجة، الكلمة دي مهمة جدا، tone at the top approach taken by the senior management and the board of directors of an entity. يعني أهم يعني من الحاجات المهمة اللي في control environment إن هي بتبقى established أو بتتعمل من tone at the top، يعني مش من الصغيرين في الإدارة، لا دي هي بتيجي من البورد اوف دايركتورز، بتيجي من التوب مانجمنت او الاكزيكتيف مانجمنت، هم اللي بيحطوا الكنترول انفايرمنت. ان احنا بنتكلم في بيئه الرقابه في الشركه اوفرول. طيب نيجي بقى للحته اللي مش ظريفه. فكر برضو للاسف مقسم الكنترول انفايرمنت لخمسه برنسبلز، تمام، اللي هم دول. شايف انت الخمسه برنسبلز؟ يعني انا بصراحه هم مش خمسه، هم سبعه. تمام، هما كده كده الخمسة اللي هو شرحهم هنا هم السبعة اللي أنا شرحتهم قبل كده، بس هو دمجهم في خمسة، لكن هو الكوزو مقسمهم سبعة. لو تفتكر في الأودت في وايلي كان مستو في الحتة دي، إن هو كان ماشي قوي مع الكوزو بالظبط، فكان مقسمهم لسبعة. فالسبعة سب كومبوننتس بتاع كنترول انفايرمنت هقولهم دلوقتي. هقول لك هما كده كده الخمسة اللي هنا دول بيغطوا السبعة، بس هو دمج حاجات فيهم. بس انا اني هقول لك ايه هم السبعه عشان دول مهمين ودول بيجي عليهم اسئله. ولو انت عايز تعرف معلومات اكتر عن الموضوع ده، يا ريت ترجع لمحاضرات الاوديت اللي كنت بتكلم فيها على الكوزو، هتلاقيني شارح الكوزو ده يعني شرح مفصل بملل يعني، تمام، في محاضرات الاوديت. تمام، فالكنترول انفايرمنت فيها سبعه سب كومبوننتس، يبقى الكنترول انفايرمنت ده كومبوننت من الخمسه بتوع الانترنال كنترول. يبقى انت عندك الانترنال كنترول فيه خمسه كومبوننتس: الكنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتيز، انفورميشن كوميونيكيشن، مونيتورنج. اول واحده اول كومبوننت اللي هو اهم كومبوننت اللي هو ايه اللي هو الكنترول انفايرمنت. الكنترول انفايرمنت اهم واحد، وفي سبع عناصر، في سبع سب كومبوننتس، خدهم بالترتيب كده، اسمهم حتى اي سي هامبو، لان احنا بنسميهم الاي سي هامبو عشان تفتكرهم. ايه هم الاي سي هامبو؟ الاي انتجريتي اند ايثيكال فاليوز، سي commitment to competence، H the human resources policies and procedures، A the assignment of authority and responsibility، M the management philosophy and operating style، B the board of directors and or the audit committee participation، O the organizational structure. تمام، يبقى ال IC Humbo اللي هم السبعة sub components بتاع control environment، دول من الحاجات المهمه جدا اللي انت تاخد بالك منهم، ودول السب كومبوننتس بتاعت الكنترول انفايرمنت. نشرحهم بالتفصيل واحده واحده. الاي الانتجريتي اند ايثيكال فاليوز، ركز معايا بقى عشان انا هشرح دلوقتي الموضوع فيربالي كده، وانت المفروض بقى بعد كده تقرا تشوف الدنيا ماشيه ازاي. الخمسه دول يعني هتلاقي هو الخمسه دول بيتكلم عنهم. الاي انتجريتي اند ايثيكال فاليوز يعني ايه؟ يعني لازم الشركه يكون فيها انتجريتي وايثيكال فاليوز، لازم يكون فيها نزاهه وفيها اخلاقيات، ethics. تمام، ازاي يعني؟ ازاي مثلا اول حاجه يعني ازاي الشركه فيها integrity ethical values؟ ان اول حاجه ان الشركه يكون فيها code of ethics اللي هي ميثاق الاخلاقيات. اي شركه بيبقى فيها حاجه اسمها code of ethics او code of conduct، والcode of ethics او code of conduct ده ميثاق كده الشركه بتطلعه، بتقول لا يا جماعه احنا شركتنا بنعمل كذا وبنعمل كذا، مش كمنتجات، انا بتكلم على المعامله، وان احنا نحترم بعض، وما عندناش مثلا ما عندناش عنصريه، ما عندناش تحرش، ما عندناش رشوه، ما عندناش مش عارف ايه، ممنوع كذا ممنوع كذا، والكلام ده محطوط في code of conduct، ويبقى communicate للامبلويز. يبقى كده اول حاجه الانتجريتي والايثيكال فاليوز. تاني حاجه الكوميتمنت كومبيتنس. يعني ايه كوميتمنت كومبيتنس؟ يعني كل واحد بيعمل شغلانه يبقى كفء انه يعملها. كومبيتنس يعني الكفاءه المهنيه. يعني مثلا ما جابش مثلا دكتور اسنان وعينه مثلا سي اف او او مثلا فاينانشال كنترولر، لا، فاينانشال كنترولر يبقى هو عنده اكسبيرينس في الاكاونتنج وفي فاينانس او في فاينانشال مانجمنت، يبقى معاه شهاده زي سي بي اي او سي ام اي وهكذا، صح؟ يبقى كوميتمنت كومبيتنس معناها ان انا الناس اللي بتعينها او الناس اللي بتعمل وظيفه تبقى عندها الكفاءه المهنيه. دي تاني حاجه.
تالت حاجه الهيج اللي هي الهيومن ريسورسز بوليسي بروسيجرز، ان انت يبقى عايز عندك سياسات في الهيومن ريسورسز من اول ريكروتمنت، من اول التعيينات، بالانترفيوينج، بالكومبنسيشن، بالبرفورمانس ايفالويشن، حتى بالتريننج، بالترمينيشن، بكل حاجه. يبقى انت عندك هيومن ريسورسز بوليسيز وبروسيجرز، تمام؟ دي تالت حاجه. الايه اساينمنت اوف اوثوريتي اند ريسبونسبيلتي، لازم جوه الشركه يبقى الناس عارفه هي ايه الصلاحيات اللي عندها ازاي. يعني حتى لو تفتكر شرحناها في الاوديت، احنا في حاجه اسمها اوثوريتي ماتريكس. الاوثوريتي ماتريكس اللي هي مش عارف اسمها بالعربي ايه، الاوثوريتي ماتريكس معناها ان انت بيبقى عندك كده وثيقه كده او دوكيمنت بتقول والله يا جماعه مثلا اللي عايز مثلا يعمل رايت اوف لانفنتوري لازم ياخد، لو الانفنتوري ده اللي هتعمل له رايت اوف مثلا في حدود مثلا 5000 دولار لازم تروح مثلا للتشيف اكاونتنت، لو من 5000 ل 20000 دولار تروح للفاينانشال كنترولر، لو من 20000 دولار ل 100000 دولار تروح مثلا للسي اف او، لو فوق ال 100000 دولار تروح مثلا للسي اي او. يبقى هنا بقول كل ترانزاكشن وكل تايتل او مين اللي مسؤول انه يدي اوثرايزيشن، حتى اسمها ايه assignment of authority and responsibility، اللي هي تبقى في وثيقه اسمها authority matrix. اسمها ايه؟ authority matrix، او في ناس بتسميها delegation of authority، DOA delegation of authority، تمام؟ سميها authority matrix، سميها DOA، سميها ام احمد، سميها زي ما تسميها، المهم تبقى عارف هي بتتكلم عليه. يبقى احنا كده قلنا ICHA. M management philosophy and operating style، اصل management philosophy and operating style بتختلف بتأثر على الكنترول انفايرمنت. يعني ايه؟ في مانجمنت فلسفي ان هي تبقى اجريسيف، وفي مانجمنت فلسفي ان هي تبقى كونسرفاتيف. يعني ايه كونسرفاتيف اجريسيف؟ كونسرفاتيف اللي هي متحفظه، اجريسيف اللي هي لا متهوره شويه، مش متهوره ان هي تعمل حاجه غلط، لا يعني تبقى ريسك تيكر شويه. يعني مثلا كونسرفاتيف معناها ان الاداره لا اهم حاجه عندها ان هي تحافظ على الشركه، مش بتخش جوه حاجات ريسكي، الاداره بتفكر مليون خطوه قبل ما تعمل اي حاجه، ودي ممكن تبقى كويسه بس بيبقى عيب ليها ان هي ايه الاكسبانشن بتاعها بيبقاش عالي. غير مثلا الاداره الثانيه الاجريسيف اللي هي لا قشطه ممكن ناخد شويه ريسكات نكسباند، ناخد اوبورتيونيتيز وهكذا. فالمانجمنت فيلوسفي الاوبريتنج ستايل بيعكس على الانترنال كنترول سيستم وبيعكس على الكنترول انفايرمنت. يبقى دي الام. نقطة بعديها البي، البورد اوف دايركتورز اند اور الاوديت كوميتي بارتيسيبيشن. اصل لو في البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي او الاثنين بيشاركوا في الاداره وعندهم ريجولر ميتينجز وبيعملوا ادكويت سوبرفيجن وموتورنج للاكتيفيتيز بتاعه الشركه، ساعتها ده هينعكس على ايه؟ على كنترول انفايرمنت وعلى انترنال كنترول سيستم، ان البورد اوف دايركتورز هيبقى على طول اوير وابديتد باي حاجه بتحصل جوه الشركه. او اخر حاجه اللي هي الاورجانيزيشن ستراكشر، طبعا بتفرق، اصل الشركه التول غير الشركه الفلات. احنا عندنا حاجه اسمها تول اورجانيزيشنز او الفلات اورجانيزيشنز. التول اورجانيزيشن يعني مدير تحت مدير فوق ايه مدير فوق ايه مدير فوق ايه مدير فوق ايه مدير، اللي هي بنسميها التول. وعشان تاخد عشان تعمل حاجه لازم تاخد ابروفال من ده وده ياخد ابروفال من ده وده ياخد ابروفال من ده وهكذا. الفلات لا، الفلات معناها ان كل واحد عنده مدير واحد وخلاص. طبعا الشركات مفيش شركه تبقى بيور تول ومفيش شركه تبقى بيور فلات. التول ليها مزايا وعيوب والفلات ليها مزايا وعيوب. فالشركه في الاغلب بيبقى فيها حاجات تول وفي حاجات فلات، يعني بتبقى ميكس شويه، تمام؟ بس التول غير الفلات. التول معناها ان في ريستريكشن قوي ومش اي حاجه سهل انها تطلع. الفلات معناها ان هي لا اي حاجه بتطلع، بس الفلات معناها ان هي مور فلكسبل. الشركات اصلا كاوبريتنج ستايل بيبقى عندهم الاثنين دول مع بعض، يعني مفيش شركه بيور كده ومفيش شركه بيور كده. فانت بس لو الشركه غالب عليها التول عن الفلات مختلف عن الشركه اللي غالب عليها عن التول، فده هتختلف معاك في الانترنال كنترول، هيختلف معاك في الكنترول انفايرمنت. يبقى كنترول انفايرمنت فيها سبعه سب كومبوننتس دول اللي انت لازم تاخد بالك منهم بالتفصيل. والسبعه دول انا شرحتهم بالتفصيل الممل بالحاجات اللي انت اللي جوه كل حاجه فيهم شرحتهم في محاضره الاوديت، بس ده مش موضوعنا هنا. هنا هو بس جايبهم لك كده في السريع، وهنا احنا مش بناخد الاوديت. فانت لو عايز تعرف معلومات اكتر ارجع لمحاضرات الاوديت. يبقى ده اول كومبوننت من العناصر، اول كومبوننت من الكومبوننت بتاع الانترنال كنترول سيستم اللي هو الكنترول انفايرمنت واهم واحد. تاني حاجه الريسك اسسمنت. الريسك اسسمنت، بص يا سيدي، الريسك اسسمنت معناها ان انت بتعمل تقييم للمخاطر. ف
فالريسك اسسمنت ان انت بتعمل ايدنتيفيكيشن واناليسيس واسسمنت وريسبوندنج للريسكات، يعني انت بتعمل بتعرف الريسك وبتقيمها وبتعمل ريسبوند ليها. يعني ايه ريسبوند؟ يعني بتعمل بتشوف الاكشن المناسب. يعني مثلا انت عندك، يعني هقول لك على حاجه حضرتك، مثلا انت عندك ريسكات معينه، هل كل ريسكات هتتعامل معاها بنفس الابروتش؟ لا، لسبب كل ريسك له حاجه اسمها سيجنيفيكانس او ريتنج. ما هو مثلا انت ممكن تقول ان سرقه اوراق البرينتر والحبر بتاع البرينتر ده ريسك، ممكن حد مثلا ياخد الملزمه اللي هي اللي مش الملزمه اللي هي اللي بيسموها مش عارف بيسموها ايه، اللي هي البتاع اللي فيها اوراق التصوير دي، اللي هي البتاع فيها مش عارف 200 ورقه ولا 300 ورقه، اللي هي كلها على بعض مش عارف ب 10 12 جنيه، يعني ده الكلام ده على ايامي مش عارف دلوقتي بكام، تمام؟ فدي ريسك. بس انا مش حق، بس ده يعني مثلا تخيل مثلا واحد شغال مثلا في فودافون مثلا وضرب على الورق بتاع ماكينه التصوير اللي هو على بعضه كده كله ب 15 جنيه، ده ريسك. بس ايه الايفكت بتاعه على فودافون؟ يعني هل الريسك قوي ان هو يبقى يعمل كذا على فودافون؟ لا، مع انه ريسك. طب ايه يعني يبقى انت كده عملت ايدنتيفيكيشن ان انا ممكن حد يسرق ورقه التصوير، طب الريتنج بتاعه ايه؟ لا، فيري فيري لو، يعني ان هو كافكت بتاعه يعني قشطه، يعني هياخد ايه؟ يعني هياخد شويه ورق ب 15 جنيه يا عم في 60 داهيه، تمام؟ طيب يبقى انا معنى كده انا لما قلت قشطه معنى انا عملت ايه؟ اخدت قرار للريسك. سواء قلت قشطه يبقى اسمها ريسك اكسبتنس، عارف يعني ريسك اكسبتنس؟ قبلت بالريسك، يا عم اللي عايز ياخد ورق تصوير ياخد ورق تصوير في 60 داهيه، ده اسمه ريسك اكسبتنس. في حاجه تانية، نقول مثلا عندك شركه مثلا تاجير عربيات عندها ريسك ان ممكن العربيات تعمل حادثه وهي شركه بتاجر عربيات، هل الريسك ده لو ريسك؟ لا طبعا، ده فيري هاي ريسك، يعني ده ريسك كارثي. ليه؟ عشان طبيعه النشاط ان هو بيعتمد على تاجير العربيات، وعشان طبيعة البلد، يعني مثلا السواقة في مصر أكيد مثلا مختلفة عن السواقة في أوروبا، مختلفة مثلا عن السواقة في دبي مثلا، تمام؟ يعني ثلاث بلاد مختلفين، دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. نقول مثلا مصر الحبيبة، تمام؟ السواقة فيها من أسوأ السواقات اللي ممكن تشوفها في حياتك، تمام؟ فمعنى كده أنت الريسك عالي، وكمان اللايكليهود بتاعته كارثة، يعني هتلبس، تمام؟ هل ينفع تقول قشطة؟ لا، مش هينفع تقول قشطه. يعني هل ينفع تعمل ريسك اكسبتنس؟ لا، مش هينفع تعمل ريسك اكسبتنس. ليه؟ عشان معنى كده انك تعمل ريسك اكسبتنس معناه انك هتلبس على طول، تمام؟ فيبقى انت لازم تاخد ابروتش تاني. زي ايه؟ ممكن تقول والله انا ممكن اعمل تامين على عربيات عشان لو حصل مصيبه في اي عربيه مين اللي يغطيني؟ شركه التامين. هل انت كده منعت الريسك؟ لا، انت ما منعتش الريسك، انت عملت نقلت الريسك من عليك، عملت حاجة اسمها ريسك ترانسفير أو ريسك شيفت. يعني لما يقول لك ريسك ترانسفير أو ريسك شيفت، يعني شفت الريسك، شفت يعني تو شيفت، شفت، تمام؟ فأنت عملت شفت الريسك أو عملت ترانسفير للريسك لحد تاني، لبستها لحد تاني، تمام؟ دي اسمها ريسك ترانسفير أو ريسك شيفت. دي طريقة ممكن يبقى ده كده ريسبوند. يبقى انت ممكن تعمل ريسك اكسبتنس، ممكن تعمل ريسك ترانسفير او ريسك شيفت، ممكن تعمل حاجه تانية. نقول مثلا واحد مثلا فاتح مثلا عنده شركه، عنده مثلا شغل مثلا وفاتح فرع مثلا في سوريا، تمام؟ فسوريا دلوقتي يعني ربنا يكون في عونهم منطقه حرب، تمام؟ وفيها مشاكل، فهيعمل ايه؟ هل في ريسك ان ممكن البيزنس بتاعه مثلا يتضرر في الحرب وكده؟ طبعا في ريسك. طب يعمل ايه؟ هيعمل حاجه اسمها ريسك افويدنس. يعني ايه ريسك افويدنس؟ صعب ان يعمل ريسك اكسبتنس ان منطقه حرب فالناس هتموت، تمام؟ وصعب ان يعمل ريسك ترانسفير، يعني هيعمل ترانسفير لمين؟ يعني البلد فيها حرب، تمام؟ طب يعمل حاجه اسمها ريسك افويدنس. يعني ايه ريسك افويدنس؟ لا، هيتجنب الريسك ده. ان هيعمل ايه؟ هيقفل المكتب بتاعه في سوريا. ليه؟
عشان دي منطقة حرب إن شاء الله، لما ربنا يكرمهم إن شاء الله والدنيا تتعدل يا رب تمام، يبقى ساعتها نفتح تاني. يبقى أنت لما تقفل مثلا مكتب في منطقة حرب، يبقى أنت كده عملت ريسك افويدنس. عارف عارف إيه ريسك افويدنس؟ تجنبت الريسك، قفلت الموضوع أصلا، ده اسمه ريسك افويدنس. طيب في حاجة اسمها ريسك ميتيجيشن. يعني إيه ريسك ميتيجيشن؟ إنك تحاول تقاوم الريسك. زي إيه؟ مثلا عندك مثلا أنت مثلا عندك كاش بيجيلك في الشركة، عندك كاش بيجيلك في الشركة، فأنت عملت internal control system اللي هو عملت فيه خزنة، والخزنة دي مثلا المفتاح بتاعها في نسخة مع الكاشير، ونسخة مع السي اف او بس، وللطوارئ يعني نسخة السي اف او دي بتبقى للطوارئ. ومثلا نقول مثلا ان في ديلي ريكونسيليشن، يعني لازم تعمل كل يوم ريكونسيليشن للكاش ريسيتس والكاش ديسبيرسمنت، وفي سينيور اكاونتنت بيراجع على الريكونسيليشن دي. يبقى انت هل عملت ريسك اكسبتنس؟ لا، انا عملت اكشنز اهي. هل عملت ريسك ترانسفير؟ لا، انا ما قلتهاش لحد. هل عملت ريسك افويدنس؟ عارف ازاي تعمل ريسك افويدنس هنا؟ انك تقول مش عايز كاش الشركه، اللي عايز يبعت لي حاجه يبعتها لي على البنك، دي اسمها ريسك افويدنس. بس انا ما عملتش ريسك افويدنس، انا قلت الناس اللي عايزه تجيب كاش تجيب، بس عملت اكشنز، جبت خزنه، خليت المفتاح مع ناس معينه، عملت ديلي ريكونسيليشنز، وخليت فيه ريفيو على الديلي ريكونسيليشنز. دي اكشنز عملتها عشان تقلل الريسك ان الكاش يتسرق. دي اسمها ايه؟ ريسك ميتيجيشن. اسمها ايه؟ ريسك ميتيجيشن. يبقى انت من الريسك اسسمنت، يبقى انت الريسك اسسمنت بتاعك ان انت تعمل تقييم للريسك، وبيزد على التقييم بتاعك تعمل ريسبوند للريسك. تعمل ريسبوند للريسك. عارف الجزء اللي انا هشرحه دلوقتي ده هيخلينا هتاخده بالتفصيل في المحاضره اللي جايه، اللي هي في الانتربرايز ريسك مانجمنت اللي احنا بنسميه الاي ار ام، وحته الريسك افويدنس والريسك مانجمنت والريسك مش عارف ايه، هناخدها ان شاء الله بالتفصيل المره اللي جايه ان شاء الله. كده كده ان شاء الله هقف عند الحته دي لما نخلص النهارده، بس دي انا كده طرحتها عشان المره اللي جايه ان شاء الله تبقى الدنيا ازرق شويه. ده الكلام اللي انا شبه اللي انا قلته في عيادة الرام. تالت حاجه الانفورميشن كوميونيكيشن. يبقى انا قلت كنترول انفايرمنت، قلت كنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، تالت حاجه كنترول اكتيفيتيز. للاسف هو مش ماشي بالترتيب اللي انا عايزه، هو مش بالترتيب اللي هو عايزه، فانا مش مقتنع، فانا همشي بايه؟ بالترتيب اللي انا عايزه. هخش في كنترول اكتيفيتيز الاول. الكنترول يبقى احنا كده قلنا كنترول انفايرمنت ريسك اسسمنت، وبعد كده كنترول اكتيفيتيز. انت عملت كنترول انفايرمنت، عملت ريسك اسسمنت، لقيت ان في عايز تحط كنترولز معينه، عايز تحط كنترولز معينه، زي مثلا قلت لك مثلا انت تحط مثلا ريكونسيليشن، تعمل سيجريجيشن اوف ديوتيز، يبقى في مثلا مش عارف سيستم كنترولز يخلي مثلا اكسس رايتس، ان مثلا ما فيش حد يعرف يعمل ابروفل لحاجه معينه غير مثلا ناس معينه، والناس دي محطوطه في السيستم ان هم يعملوا ابروفل. ان انت مثلا تحافظ على البريمسز، المخزن او المبنى او وات ايفر، تخلي فيه فيزيكال سيكيورتي. ده اسمها كنترول اكتيفيتي، الانشطه بتاعت الرقابه، اسمها انشطه الرقابه. هي البروسيس، حتى بص تعريف الكنترول اكتيفيتيز هي جزء من البروسيس والبروسيس بتاعتك that to ensure that directives indicated by management to mitigate risks are performed. يبقى هي أنشطة أنت بتعملها وموجودة ومفروض تبقى جزء من البروسيس والبروسيجر بتاعتك عشان تعرف إن توجهات الإدارة بيتم عملها. Control activities may be detective or preventive. برضه إحنا خدنا الموضوع ده في الأودت بالتفصيل الممل، إن أي كنترول بيبقى يا إما detective يا إما preventive. Detective معناه إن هو بيكشف المشكلة، بس المشكلة خلاص حصلت. Preventive معناه إن هو بيمنعها. يعني مثلا لما أقول لك إن مفيش حد حي 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 مش هنبيع لاي حد اون كريدت غير لما كريدت مانجر يدي ابروفل، دي اسمها بريفنتيف. ليه؟ ان مش بعد بقى ما الراجل هيموت او بعد ما الراجل هيتعفر هنقول فين الكريدت مانجر، لا، ده الكريدت مانجر لازم يدي ابروفل قبل كل ترانزاكشن، فهو بيعمل بريفنشن، بريفنتيف كنترول، بريفنتيف بيمنع المشكله، بريفنتيف. يبقى ان انت تمنع المشكله، يبقى ده دي كنترولز اللي بتمنع حدوث المشكله. الديتكتيف
هي كنترولز بتكشف حدوث المشكله زي الريكونسليشن. هو انت لما تعمل ريكونسليشن وتلاقي ريكونسليشن مفرقه، يعني تعمل مذكره تسويه وتعمل وتلاقي ريكونسليشن مفرقه، ليه؟ عشان في مصيبه في حته معينه، انت عرفت ان في مصيبه بس خلاص المصيبه حصلت، تمام؟ فده اسمه هو كنترول، ان انت يعني على الاقل عرفنا ان في مصيبه، بس ده اسمها ديتكتيف كنترول مش بريفنتيف. فالكنترولز عندي نوعين، بريفنتيف وديتكتيف. طبعا اكيد طبعا البريفنتيف احسن بكتير، بس في الواقع العملي انت مستحيل يبقى عندك كل حاجه بريفنتيف، صعبه. يعني نرجع تاني للانفايرمنت والسايز والكلام والحالي اللي انا قعدت اهري من شويه، تمام؟ يبقى انت هيبقى عندك توليفه بين البريفنتيف والديتكتيف. تاني حاجه يبقى انت عندك اهي ممكن بديتكتيف او بريفنتيف. وعلى فكره في نوع ثالث شرحناه في الاوديت، لو تفتكروا في الاوديت في محاضره الاوديت كان نوع اسمه دايركتيف. فانا عندي بريفنتيف وديتكتيف ودايركتيف، مش هشرح بقى الدايركتيف، تبقى ترجع لمحاضره الاوديت، تمام؟ وعندك برضو سواء الديتكتيف او بريفنتيف ممكن يكونوا اوتوميتد او مانوال. ما انت ممكن يكون عندك الكنترول من السيستم، يعني تيجي تعمل حاجه على السيستم يقول لك لا السيستم اكسس دينايد، تمام؟ ده اسمه اوتوميتد كنترول. وممكن مانوال كنترول، يعني مانوال كنترول يعني حاجه مانوال، يعني لازم استاذ محمد يمضي. فاستاذ محمد لو لقى ان في مشكله مش هيمضي. هل استاذ محمد ده سيستم ولا استاذ محمد ده شخص؟ لا ده شخص وبيمضي مانوال، يبقى ده اسمه مانوال كنترول. فانت عندك بريفنتيف او ديتكتيف، وممكن يكونوا مانوال او ايه او اوتوماتيك كنترولز زي الابروفلز مثلا، زي الريكونسيليشنز، زي فيريفيكيشنز. السيجريجيشن اوف ديوتيز is usually part of control activities developed by an organization and when not practical management should develop alternative controls. يعني قلنا segregation of duties وعرفنا ايه segregation of duties، اللي يبقى recording مفصول عن recording او bookkeeping، منفصل عن authorization ومنفصل عن custody. وفي كتب كده جودت وزودت حاجه رابعه reconciliation، بس هما التلاته دول الاصل. البوكينج ايه بس؟ انا خلاص انا هنكت. الريكورد كيبينج، الريكوردينج او البوك، سوري انا الاول، الريكوردينج او البوك كيبينج مع الاوثرايزيشن مع الكاستدي، دول التلاته الاصليين كسيجريجيشن اوف ديوتيز. وفي كتب زودت كده واحده رابعه الايه الريكونسيليشن، بس اول التلاته دول هم اهم تلاته، تمام؟ وبرده شرحنا الموضوع ده في الاوديت بالتفصيل المهم. وقلنا لما كل المانجمنت مش عارف تعمل سيجريجيشن اوف ديوتيز، ان انت مثلا ساعات بتروح مثلا شركات بتلاقي اداره صغيره، بتلاقي اداره الاكاونتنج او اداره الفاينانس صغيره جدا، فالراجل هيقول لك انا مش هعين موظف عشان حاجه صغيره. فممكن تلاقي ان نفس الشخص معاه حاجتين من السيجريجيشن اوف ديوتيز اللي المفروض يفصلهم، فكده يبقى في عندك مشكله. فلازم الشركه تعمل حاجه اسمها الترناتيف كنترولز، او احنا بنسميها سيكندري كنترولز، او بنسميها كومبنسيتنج كنترولز. وشرحنا كومبنسيتنج كنترولز في الاوديت قبل كده. The three principles related to control activities are select and develop control activities, select and develop technology controls, the deployment of policies and procedures. يعني انت عشان تعمل control activity لازم بتشوف ايه هي control activity، يعني بتعرف ايه هو control activity، وتشوف هل في technology involved في الموضوع، يعني هل في system automation، وبعد كده تخليها جزء من البروسيس والبروسيديرز بتاعتك. ده بالنسبة للcontrol activities. النقطة اللي بعديها information communication. طبعا الموضوع هيختلف، ليه؟ اصل الشركة اللي شغالة في سيستم معين غير الشركة اللي شغالة في سيستم تاني خالص. يعني مثلا الناس اللي شغالة بساب غير الناس اللي شغالة بأوريكل، غير الناس اللي شغالة بنظام مثلا نظام مانيوال. في شركات شغالة كلها مانيوال، غير الشركات اللي شغالة بإكسل شيت، غير الشركات اللي شغالة بمايكروسوفت داينامكس، غير الشركات اللي شغالة بحاجات ديفلوبت ان هاوس، يعني شركات عاملة سيستم هي اللي عاملة نفسها. فالانفورميشن كوميونيكيشن هو من الكنترول او انترنال كنترول كومبوننتس، لازم تفهمها. هي عباره عن ايه؟ انت بتشوف ازاي الناس تتكلم مع بعض جوه الشركه. الفلو اوف دوكيومنتس اند انفورميشن، الفلو اوف دوكيومنتس اند انفورميشن، الفلو اوف دوكيومنتس انفورميشن اند كوميونيكيشن. يعني لما حد مثلا بيفتح، لما حد مثلا بيكاريت يعني تو كرييت، تمام؟ لما حد بيكاريت سيلز اوردر بيكريته ازاي؟ هل مثلا بيجيب ورقه ويكتب عليها سيلز اوردر ويكتب السيلز اوردر، ولا بيضغط ولا بيدوس على حاجه في السيستم، بيدوس على الزرار فيطلع له سيلز اوردر، ولا بيفتح اكسل شيت
ويعمل سيلز اوردر. اصل هو لو عمل ورقه غير لو عنده فورمه, غير لو عملها على اكسل شيت, غير لو عملها في سيستم. ده كنترول وده له كنترول وده له كنترول وده له كنترول, وده هيفرق عن ده وده هيفرق عن ده. وحتى طريقه الدنيا ماشيه ازاي في السيستم كانترنال كنترول, لو انت عندك اوتوميتد سيستم او لو انت عندك اوتوميتد غير مانوال. فانت الانفورميشن كوميونيكيشن لازم تفهم الشركه ماشيه ازاي كتبادل معلومات والكوميونيكيشن ما بينهم, مانوال سيستم, السيستم ماشي ازاي, هل السيستم في جزء وجزء, لا عندك كام سيستم. يعني حتى شركات كتيره من احنا بنراجعها او بنشوفها بتلاقي عندهم كذا سيستم. شفتها عندك مثلا بتلاقي ناس شركات عندها سيستم للفاينانس منفصل عن سيستم للاوبريشنز, وساعات بتلاقي الشركه عندها نفس السيستم, يعني واخد السيستم كامل سواء للاوبريشنز وفاينانس. بتلاقي شركات عندها سيستم منفصل للاتش ار, بتلاقي شركات عندها سيستم منفصل للبروكيورمنت او السبلاي تشين. فانت المفروض تفهم الدنيا ماشيه ازاي. يبقى information and communication system supports the identification, capture and exchange of information in a timely and useful manner. The three principles related to the information communication are: أول حاجة obtain and use information. إزاي الشركة بتعمل obtain we use information. The organization obtains or generates and uses relevant high quality information to support the functioning of internal controls. عشان هتعرف internal control ماشي ازاي لازم تعرف ال flow of documents وال flow of information ماشي ازاي. The points of focus include management identifying and defining information requirements within the internal control component. تاني حاجة internally communicate information. بيتكلموا مع بعض جوه ازاي, زي ما قلت لك مثلا. يعني هنا بص هتلاقي النقطتين دول internally communicate information و communicate with external parties. يعني احنا بنتكلم مع بعض جوه الشركة بنتكلم مع بعض ازاي, ولما بنتكلم مع ناس برضو بنتكلم معاهم ازاي. ليه؟ احنا قلت لك احنا جوه الشركة انا ممكن قسم يكلم قسم بالتليفون او بايميل او بورقة ممضية, او ممكن السيستم اوتوماتيك بيبعت الحاجة من قسم لقسم اوتوماتيك من غير ما حد يكلم حد. ده جوه نفس الشركة. بص عندك كام اوبشن, الانترنال كنترول ده للسيستم ده غير السيستم ده غير السيستم ده غير السيستم ده. طيب الكوميونيكيشن اكسترنال بارتيز نفس القصه. انا شفت شركات كتيره بتلاقي ان الشركه مربوطه بسيستم مع السبلاير بتاعها, مع السبلاير. يعني انا عشان لما عاوز حاجه من السبلاير مش بكلم حد في التليفون ولا بعمل اي حاجه, ده هو السيستم اوتوماتيك عندي. لما بيوصل لحاجه اسمها الاي او كيو او الايكونوميك اوردر كوانتيتي, يعني انا السيستم اوتوماتيك بيبقى عارف ان انا عايز كميه معينه من البرودكت ده, اوتوماتيك بيعمل بيرشز اوردر من السبلاير, والسيستم كونكتد بسيستم بتاع السبلاير, والسبلاير اوتوماتيك بيجي له بيرشز اوردر, والسبلاير اوتوماتيك بيطلع سيلز اوردر عنده ويبعت لي الحاجه, والدنيا كلها ماشيه سيستم. دي طريقه ثانيه قديمه بقى, اللي هو ايه, واحد بيقعد كده ايه يا عم عندنا كام في المخزن النهارده, ويشوف طب احنا محتاجين كام حته كده, طب نشوف كده نتكلم مع بعض, طب نوصل لكام, هنشتري كام حته, واتكلم في التليفون, ايوه يا حاج محمد ما تبعت لي عربيه محمله مش عارف ايه. ده سيستم برضو, ده سيستم وده سيستم, والاثنين موجودين في البيزنس. خلاص الانفورميشن كوميونيكيشن. اخر حاجه عندي المونيتورنج اكتيفيتيز. المونيتورنج اكتيفيتيز معناها ان انت تتاكد ان الاربعه اللي قلتهم دول قبل كده, اللي هم الكنترول انفايرمنت, ريسك اسسمنت, الكنترول انفايرمنت, ريسك اسسمنت, كنترول اكتيفيتيز, انفورميشن كوميونيكيشن, تتاكد ان الكنترول ان الكومبوننتس دي شغالين مظبوطين عن طريق ايه, المونيتورنج اكتيفيتيز اللي هي الرقابه. المونيتورنج عندك نوعين من المونيتورنج, اون جوينج اور سيبريت ايفالويشن. هم دول النوعين. يعني هو هنا الكتاب قال لك دي كده نوع واحد بس, هو يعني وقال لك حاجه هنا اسمها كوميونيكيشن اوف ديفيجنز, ده موضوع ثاني يعني برضه معلش الكتاب مفصلهم كده يعني مرتبهم ترتيب غبي شويه بس قشطه. يعني خلينا نمشي معاه. ongoing يا اما separate. يعني ايه ongoing او separate؟ ongoing معناها ان انت عندك ongoing monitoring, يعني الريفيو ongoing شغال على طول مش separate. separate بيسموه separate او ad hoc. ad hoc يعني كل فتره او مش منتظم. زي ايه؟ الاونجوينج زي مثلا الريكونسيليشنز مثلا, او زي مثلا البرفورمانس ريفيوز اللي ممكن الشركه تعملها كل شهر, كل اسبوع, كل مش عارف ايه. دي اونجوينج
ماشي على طول. السيبريت او الاد هوك معناها ان هي حاجات مش لازم تبقى على طول. زي ايه؟ زي الانترنال اوديت. يعني انا شغال انترنال اوديت، انا مثلا ممكن اراجع الفيكس اسيت كبروسيس السنه دي، ممكن ما اراجعش عليها السنه الجايه حسب الاوديت بلان بتاعتي. لو هي هاي ريسك ممكن اراجع كل، ممكن اراجع عليها كل سنه، ممكن اراجع عليها سنه او سنه لا، ممكن اراجع عليها مره كل 3 سنين، ممكن وممكن. مش فيش حاجه تجبرني ان انا لازم اراجع عليها كل شهر او كل اسبوع. يبقى ده اسمها separate evaluations، لكن الان جوينج ده موضوع تاني. الكوميونيكيشن اوف ديفيشنسيز طبعا لو حد لقى، سواء الاوديتور او سواء اي حد لقى مشاكل، ديفيشنسيز معناها مشاكل او قصور في الرقابه الداخليه، يبقى لازم الشركه تعمل assessment تشوف الديفيشنسيز اللي عندها، القصور في الرقابه الداخليه، وتاخد الابروبريت اكشنز او كوركتيف اكشنز عشان تعدل المشاكل اللي في الانترنال كنترول. انا بص هنا كلمة باس كي دي معناه ان هو بيلخص لك الموضوع. يعني ايه بيلخص لك الموضوع؟ يعني كلمة كل اللي انت شايفه ده اللي هو الباس كي ده انا اوريدي قلته. نفس القصة، فاكر ما قلت لك الريسك، والريسك ده هيخليك تبقى عندك، انت عندك اوبجكتيف والريسك، والريسك هتعمل كنترول معين. نفس القصه تقراها. افكتيف انترنال كنترول، الانترنال كنترول بيبقى افكتيف انت لازم يعدي مرحلتين. اول مرحله ان الديزاين نفسه يبقى كويس، ثاني مرحله ان بعد ما الديزاين يبقى كويس يكون بيتعمل. بمعنى وانا لو قلت لك ان انا عندي كنترول، انترنال كنترول عامله في الشركه، ان مثلا كل شهر بيتعمل ريكونسيليشن ما بين السب ليدجر والجي ال مثلا للحسابات كلها، تمام؟ ده كنترول الديزاين بتاعه كويس ولا مش كويس؟ كويس. يبقى هو عدى من اول حاجه الديزاين، ان انا في كنترول ان لازم بيتعمل ريكونسيليشن ما بين السب ليدجر والجي ال، ومثلا والريكونسيليشن دي لازم بتتمضى من الفاينانشال كنترولر او التشيف اكاونتنت ان هو راجع عليها ومفيش مشاكل. ده كنترول. يبقى الديزاين بتاعه كويس، بس هل بقى هم كل شهر بيعملوه ولا مش بيعملوه؟ شهر اه وشهر لا، شهر اه وشهرين لا. يبقى انه يعدي من مرحله الديزاين دي اول حاجه اللي هي الديزاين. الفكره بقى ان هو بعد كده يخش في مرحله ايه؟ الفانكشننج، اللي هو بنسميها اوبريتنج افكتفلي. وشرحناها قبل كده في الاوديت برضو بالتفصيل، حته الديزاين والاوبريتنج افكتفنس، ان مش معنى الكنترول الديزاين بتاعه كويس ان هو بيتطبق. انت ممكن تعمل ديزاين كويس وتفكس له ما تطبقهوش. يبقى اول حاجه يعدي الديزاين، وبعد كده يعدي ايه؟ الاوبريتنج افكتفنس. جميل. ده بالنسبه للايه؟ للجي ريكويرمنت. السبيسيفيك ريكويرمنتس بالنسبه للكنترول عشان يحقق لك الاوبجكتيفز بتاعتك، المفروض يبقى هو بالنسبه لك افكتيف امتى؟ انا هنا بتكلم من وجهه نظر المانجمنت. الانترنال كنترول يبقى افكتيف بالنسبه لك لما اتشيف افكتيف اند افيشنت اوبريشنز وين external threats are considered unlikely to have a significant impact on the achievement of objectives. يعني الثريتس او الريسكات اللي عندك هتبقى unlikely، هتبقى unlikely يعني بشكل هيبقى في احتمال بعيد ان هي يبقى عندها significant impact على ال achievement بتاعت objectives بتاعتك. Or the organization can reasonably predict and mitigate the impact of external events or to an acceptable level. او يبقى انت من الكنترولز دي عارف تعمل prediction للthreats او المشاكل اللي ممكن تحصل لك، وعارف تتحكم فيها او تنزلها لليفل معقول. تاني حاجة understand the extent to which operations are managed effectively and efficiently when external events may have a significant impact on the achievement of objectives or the organization can reasonably predict and mitigate the impact of external events at acceptable level. نفس الكلام اللي قلته على ان انت تعمل achievement objectives كoperation، نفس الفكرة الoperations، ونفس الفكرة ان انت الoperations دي تعمل لها management effectively and efficiently.
تالت حاجة complies with applicable rules, regulations, external standards and laws. لازم الكنترول يساعدك يبقى فيه compliance. ما ينفعش الكنترول يخليك يبقى فيه in compliance مع أي law. ما ينفعش قانون مثلا، ما ينفعش يبقى عندك كنترول يخليك تضرب قانون مثلا قانون الضرايب أو قانون البيئة أو قانون الشركات أي حاجة. Prepare reports are in conformity with the entity's reporting objectives and applicable standards, rules and regulations. ويبقى reportات بتطلع عندك مع ال entity's reporting objectives، مع ال laws، مع regulations، مع ال standards وهكذا. انت control ميبقاش effective لو اللي فوق مضروب، لو design مضروب، لو ال operating effectiveness مضروبة، او ال objectives بتاعة control مش بتتحقق. تمام؟ في اليو اس جاز لو تفتكر احنا كان عندنا كلمه significant deficiency وماتيريال ويكنس، وحتى في السوكس لو تفتكر في السوكس لما شرحنا في الاوديت في السوكس كان عندنا control deficiency وsignificant deficiency وماتيريال ويكنس وشرحناهم بالتفصيل في الاوديت، مش هشرحهم تاني هنا دلوقتي. في الكوزو بيسميها major deficiency، في الكوزو بيسميها major deficiency، بس احنا حتى في الاوديت او احنا حتى لما بنتعامل مع الشركات بنستخدم اكتر اللفظ بتاع significant deficiency وماتيريال ويكنس او control deficiency، ان ده اللفظ اللي احنا الاويترز بيفهموه مع الشركات، ففي الاغلب ده اللفظ المناسب اللي بيتم استخدامه بين المراجعين وبين الشركه. اي حتى هعرف لك الميجر ديفيشنسي، قال لك ميجر ديفيشنسي ريبريزنت ماتيريال انترنال كنترول ديفيشنسي اور كومباينيشن اوف ديفيشنسيز ذات سيجنيفيكانتلي ريدوسز ذا لايكلي هود اوف ذات اورجانيزيشن كان اتشيف اتس اوبجكتيفز. يعني الديفيشنسي هي الكنترول ديفيشنسي او القصور في الرقابه الداخليه او مجموعه من المشاكل يعني اللي هتخلي الانترنال كنترول ما حققش الاوبجكتيفز بتاعته. طيب اخر حاجه الانترنال كنترول فريم ليميتيشنز اللي كنت عنها في الاول. الانترنال كنترول بيديك ريزنبل اشورنس مش ابسولوت اشورنس. ليه؟ عشان في حاجات كتيره في عوامل مش بايديك، زي بريك داونز ان انترنال كنترول ديو تو ايرورز او هيومن فيلر، شرحتها اول المحاضره اللي هو الهيومن ايرور. تاني حاجه فولتي اور بايس جادجمنت يوز ان جيم ميكينج، ممكن انت قرارك كان خاطئ وانت بتاخد قرار معين، وده على فكره تاني واحده هنا بتخش او تندرج تحت نطاق الهيومن الهيومن ايرور. يعني انا شايف ان هي تحت الهيومن ايرور. ايشوز ريليتنج تو سيتابيلتي اوف ذا انتيتي اوبجكتيفز، ممكن اوبجكتيفز بتاعتك اصلا مش سوتابل، ملهاش مش مناسبه للموضوع. اكسترنال ايفنتس بيوند ذا كنترول اوف ذا انتيتي، يعني في عوامل خارجيه بره الانتيتي، حصلت ثوره، حصلت بركان، حصل زلزال، حصل مش عارف ايه، حاجه بعيده عن الكنترول بتاع الانتيتي. حصل مثلا حكومه اتغيرت وحصل مثلا مصادره للتاميم، حاجات بقى، اي حاجات بوليتيكال، حاجات سياسيه، اي حاجه تحصل. circumvention of controls through collusion اتكلمت عنها اول المحاضره اللي هو التواطؤ بين الموظفين. management override of control، ودي مهمه جدا، ان انت ممكن تحط internal control والمانجمنت تحطه، بس في حاجه اسمها management override control. مثلا لو في انترنال كنترول معين سيستم، وجه السي اف او قال للمحاسب اعمل لي كذا 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 كذا، وده يضرب الانترنال كنترول، هل تفتكر المحاسب هيقول له لا؟ لا طبعا مش هيقول له لا، ده في الاخر ده السي اف او وده محاسب وده مديره، يعني اذبح يا زكي قدره، يذبح زكي قدره. تمام؟ يعني لما زكي قدره يعمل كذا خلاص، ما هو السي اف او قال كذا. يبقى انت ممكن تعمل انترنال كنترول سيستم كويس قوي، بس المانجمنت عشان هي عندها الاوثوريتي ممكن تعمل اوفررايد. اوفررايد معناها ايه؟ تتخطى الانترنال كنترول. دي من اسباب الليميتيشنز. وطبعا في حاجه هنا وما حطهاش على فكره، انا زودتها عليها وقلتها في اول محاضره، اللي هو الكوست اند بنفيت فروم ذا انترنال كنترول. لو الكوست بتاع الانترنال كنترول اعلى البنفيت، ده مش هيتعمل. ده هنا مثال لاي سؤال تحلوه، وده مثال تاني لحل سؤال. انا هقف عند هنا ان شاء الله. تمام؟ ان شاء الله المره الجايه هبتدي في موديول 2. المطلوب منك ان حضرتك زي تذاكر بالطريقه اللي قلت لك عليها اللي في اول المحاضره. لو خدت بالك انا في حاجات ما بقراهاش معاك في الكتاب، يعني في حاجات انا بشرحها بس مش بقراها. انا مش هعرف اقرا الكتاب كله سطر سطر، ان الكتاب كبير، كتاب كبير جدا ومواضيعه كتيره، فانا مش هعرف. انا بحاول اقرا معاك الحاجات اللي ممكن تبقى ريليفنت شويه. في حاجات انا بشرحها والكتاب كاتبها بطريقه معينه، بس انا شرحتها في شرحي. تمام؟ فانت مطلوب منك ان انت تقراها. فلو في حاجات انا بعديها ومش بقراها، مش معناها ان انت ما تقراهاش، لازم تقراها، بس معناها ان انا شرحتها في سياق الشرحي.
هقف عند كده النهارده ان شاء الله. المره الجايه هبتدي في موديول 2 هنتكلم على الاي ار ام، وهيبقى شبه قوي ان شاء الله المحاضره بتاعت النهارده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.